بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. مشاهدينا الاعزاء اسعد الله مساءكم مع فرومكم فروم التحرير. اردناه في هذه الليالي البيضاء على حسب المقوم الشعبي او صاحب التقويم الشعبي السوفي سي بن علي محمد صالح اهلا وسهلا بك مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اليوم سوف يكون موضوعنا متعلق بتاريخ التقويم الشعبي في سوف وعلاقته بالبذر والحرث والغرس اي بالفلاحه بصفه عامه وسوف نتحدث عن هذا التاريخ الذي استخدمه اهل سوف في الزراعه استخدمه كانوا يعرفون طبيعة المنطقة استطاعوا أن يتأقلموا مع مناخها وأخذوا منها تجارب وشيء جميل مع الأستاذ محمد صالح العني أن له أمثال شعبية لها علاقة بهذا التقويم مثلا ليالي السود يقرح فيها كل عود مثلا ليالي البيض كل شيء فيها يبيد هناك جملة أو ربما تاريخ كبير من الأمثال الشعبية لعدها علاقة بالطقس بالطبيعة بالفلاحة بحركية الإنسان السوفي وبتجاربه الكبيرة في تقويمه الشعبي أو تقويمه الفلاحة لحياة الإنسان منذ القدم في هذا الإقليم والأقليم المجاورة له سوف نتعرف عن كثير من طبيعة المنطقة ومناخها وكيف استطاع هذا الإنسان الذي سكن هذه الأرض ان تكون له خبره بالرياح خبره بوقت نزول الامطار نوعيه الامطار ما مدى نفعها او ضرها كثير من هذه الثقافات التي ما زالت راسخه في الذاكره الشعبيه السوفيه سيما عند اجدادنا وابائنا الشيء الجميل ان تكون هناك نافذه في البحث في هذا الموروث المنسي او الموروث ربما الذي هاجروه الكثير مثله مثل علم الانساب مثله مثل كثير من الثقافات الموروثه وربما كان يعتادها اجدادنا في معرفه الانساب وسي محمد صالح بن علي له جهد كبير في الكتاب عن عراش الوادي وعن الاعراق وعن الثقافات وعن الاداب الشعبيه عن المقولات الشعبيه عن الذاكره الشعبيه عن كثير من ما يسمى في 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 الادب الشعبي او ما يسمى بالذاكره الشعبيه او ما يسمى بهذا الفن او هذا النوع من الثقافه ربما آه للاسف ربما هناك في الجامعه فيه جهود خاصه في آه قسم او مقاييس الادب الشعبي ولكن ما زالت تشوف تعتبر خزان كبير من الموروث الشعبي والادب الشعبي ربما ارتباطها بالسيره الهلاليه ارتباطها بهذا الانسان العربي الذي انتقل من نجد الى منطقه شمال افريقيا كيف استطاع ان يتاقلم مع الثقافات التي مر بها وكيف استقر واستطاع ان يشكل نوع من الثقافه الممزوجه او الثقافه المتناقحه او الثقافه التي حسب تجربته عبر الزمان وعبر الأحقاب التاريخية استطاع أن يكون هذا النموذج وهذه الشخصية التي تسمى سوفي أو منطقة سوف أيضا سيبن علي جاد كثير في الكتابات سيما ما يتعلق بالعائلات والأنساب وله آخر كتاب هو الواضح الجلي في تاريخ ولاد مبروكة وشجرة بن علي هذا الكتاب ربما يضيفه الى الى مكتبته والمكتبه المحليه بالوادي والجزائريه بصفه عامه فهو جاد في هذا الموضوع وما احوجنا لمعرفه تاريخ اجدادنا وجذورنا واصولنا وثقافتنا الشعبيه التي هي جزء من هويتنا وجزء من خصوصيتنا الثقافيه و سي محمد صالح الحديث معك رهيب حقيقة. لماذا كيف نبدا ونحن امام هذا الزخم التراثي الكبير وامام هذه الاحداث وما قيده الاجداد شفويا وكتابيا. كيف نخوض في هذا المجال في حصه فيها ساعه من الزمن ولكن علينا على الاقل ان نتحدث عن بعض أن نأخذ من كل شيء أجمله أجمله ربما نتحدث اليوم باختصار حول العنوان الرئيسي لهذا الحصة هي التقويم الشعبي أو التقويم الفلاحي لمنطقة سوف هل هذا التقويم جاء من خلال تجربة الإنسان في هذه المنطقة أي منطقة سوف نحن نعرف سوف هي ليست عرق هي نجد هي أرض سكنها كثير من الأقوام وتمازج فيها كثير من الاقوام والثقافات، ام هي جاء بها من المشرق ام انها نتاج تجربه لهذا الانسان في صراعه الطبيعه وفي معرفته المناخ، واستطاع ان يتاقلم، وهذه عبقريه الصوفي ان يبني مثلا نموذجه العمراني من حسب الطقس وحسب المناخ، وان ربما حتى في زراعته وغرسه للنخيل خاصة البعلي والغوط هو مرتبط بهذه الارض هي التي تعلم منها واستطاع ان يكتسب خبره من خلال معافرته لهذه الارض وفلاحته لهذه الارض ومن خلال معرفة مناخها، رياحها، امطارها، قرها، حرها نبدا بهذا السؤال الاول حتى يكون مدخل لنا كيف استطاع أن يكون هناك تقويم شعبي لمنطقة صوف من خلال ما ذكرناه سابقاً. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أشكرك أستاذ أحمد وتحياتي لكل المستمعين والمتابعين لهذه القناة وبالنسبة للتقويم أولا ننطلق من منطلق تاريخي وأن التقويم هو عبارة عن علم تراكمي أو مجموعة خبرات تراكمية لأن التقويم بدأ. منذ أربعة الاف سنه قبل الميلاد او اكثر التقويم المصري القديم ثم بعد ذلك جاءت عده تقويمات عبر التاريخ التقويم اليولياني التقويم الغريغوري التقويم الفارسي التقويم الهندي التقويم نعم. السبعي اليمني التقويم، عدة تقويم جميل وكل والتقويم <applause> الروماني التقويم الميلادي هذا اللي نعمل به الان التقويم وقويم الهجري احنا كمسلمين ايضا لعب. لا سأخصص لماذا التقويم الهجري في حديث خاص لان كل التقويم هذه عباره عن تراكميه من بعضها البعض نعم. كل واحد يضيف شيء نعطيك مثال وهذا يدل دليل قطعي على ان كل التقويم انطلقت من الارض ومن التجريب ومن الزراعه. نعم. وابدالك لان التقويم اليولياني والتقييم الروماني القديم كان عندهم مثلا اعطيك مثال في التقويم الروماني، كان عندهم التقويم ينطلق من العام يبدا من شهر مارس. نعم. وهنا لا جدال ولا نقاش في ان اختيار شهر مارس هو للفلاح. نعم. وثم كان عندهم العام 304 ايام، وكان عندهم العام 10, س 10 اشهر. يبدأ, نعم. يبدا من مارس ثم يمشي بالعدد مارس آه الثاني يسموه، الثالث، الرابع ثم لما جو في سبتمبر سموا سبتمبر واكتوبر ونوفمبر لان اصلها روماني، صح؟ م. الان هل بقي التقويم الروماني على هذا الحال؟ أكيد تغير تغير جاءت مم. أمة أخرى وعدلت وحتى وصلنا إلى التقويم الميلادي مم. اللي هو موجود عندنا اليوم مم. اللي نسميه التقويم الميلادي المبني على مرتبط ميلاد المسيح عليه السلام لكن هناك <applause> قبل, قبل الميلاد بمئات السنين مم. كانت هناك تقويم عند البابليين والاشوريين نعم, نعم نعم لكن هذه التقويم نعرفها احنا الميلادي اللي راهي منطلقه انطلاقه الا التقويم الهجري م. فهو تقييم تقويم موضوع وبدقه نعم. لان كل التقويمات السابقه هي تقويمات شمسيه م. الا التقويم الهجري فهو تقويم قمري جميل لان نقول لك التقويم حتى عند القدماء البابليين مرتبط بالاجرام وبالكواكب نعم، وبال... نعم. ولذلك حتى بعض الاسماء كما مارس و... نعم. بعض الاسماء هي اسماء لكواكب اصلا نعم لكن لكن هذا ان تتفاعل الحضارات مع بعضها البعض وتعطينا اسماء مش عيب ابدا ولا باش نكروه ولا باش مارس مارس كالحضاره تراكم انساني تراكم انساني نعم. هذه المعلومات معلومات ما دامها تتعلق لا تتعلق بالعقيده ولا تتعلق عادي هذه طبيعة الثقافات الفاعلة والثقافات الجيدة أن تتفاعل نعم. وتحتوي الآخر وت... 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 وتضيف نعم. وت... وتضيف وتؤثر في الآخر جميل جدا. وبذلك التقويم الهجري هو تقويم الموضوع بدقة تقويم القمر وبذلك لما الآن آخر آخر ما اشت... ما تم الاجتهاد فيه هو التقويم الميلادي الذي وصل إلى 365 يوم وخمس ساعات وخمسة وخمسين دقيقة نعم. جاء التقويم الهجري 364 يوم وثمان ساعات و48 دقيقة. هذا التقويم الهجري. الهجري. مش بعيد من الهجل. مش بعيد لكن تلاحظ أنت باللي راهو الفارق هنا تقريباً ثلثين من يوم. م. ولهذا من حكمة ربي سبحانه وتعالى أن ثلثين من يوم خلتنا في العام أحد عشر يوماً. لا. أحد عشر يوماً. هذيك اللي خلت العام الهجري العام القمري يدور خلت المواسم الدينيه رمضان, رمضان قد يكون في ابريل يكون, نعم. يكون في مارس يكون في كذا ثابت مثل الميلادي صحيح. مثل الميلاد صحيح ولذلك هذه من حكمه ربي سبحانه وتعالى ومن حسنات التقويم نعم. الهجري الان نمشي للتقويم الشعبيه تقريبا هناك عده تقويم اخرى موازيه واساسها الفلاح نعطيك مثال التقويم الفلاحي الموجود في منطقة وادي سوف. وتشوفوا ما جاورها وما جاورها جنوب تونس حتى الجنوب الشرقي وحتى في تونس نعم في تونس نفس الشيء نعم لان لان كاين ميزه في الواد ربما تختلف عن بعض المناطق الاخرى صحيح ميزه الواد وشي ميزه واد سوف ونتحدث عن اقليم واد سوف اقليم واد سوف اقليم, أقليم واد سوف مش مش الوادي نعم اقليم سوف اقليم سيف سيف سوف عام. لان عام. أقليم, يعني. اقليم سوف يبدانا من من سطيل الى غايه ماركس نعم قرت نعم. الهامل أي. لان احنا حتى حدود الثورة هذه يسموها سوف التاريخية سوف التاريخية جميل جميل. لان حتى في الثوره قرت الهامل علق فيه العلم الجزائري هذا تعتبر اذا فبذلك هذا الاقليم هذا يختلط مع ثلاث بوادي وتاثير البادية راه اكثر من تاثير المدينه لمعلوماتك لان الاختلاط في المرعى صحيح يوحد الثقافه اكيد اللي هي بادية الجنوبية الغربية الليبية والبادية الغربية الجنوبية التونسية الجنوبية الشرقية التونسية أو الغربية بالنسبة لتونس بالنسبة لنا غربية الجنوبية الغربية لتونس والبادية الشمالية اللي هي بادية بير العاتر وأطراف خنشلة أكيد مع العلم أن قديماً نتحدث عن التقويم الشعبي الفلاحي قديما لا توجد الحدود بين تونس والجزائر ابدا ولا توجد دولة الجزائر دولة لانما كانت موجودة الدويلات الاسلامية الدولة الحفصية المرينية في الشارع. وكانت الخريطة تتقمص وتتسع نعم. نعم. وهكذا حسب الخريطة السياسية نعم نعطيك مثال م. لما تكونت مدينة الواد تكونت في الحفص العهد الحفصي والعهد الحسيني صحيح العهد الحفصي كان حتى التراث الحفصي موجود في نعم. الاقوال الشعبية موجودة عندنا حاب نقول لك حاب نقول لك بجاية تابعة الحفصية نعم الواد سوف كانت تابعة للدولة الحفصية. نعم. كانت من الجزائر غرب من الجزائر العاصمة. بالشرق الجزائر كله. نعم، من م. الجزائر العاصمة غرباً جينا الدولة الزيانية، عاصمتها نعم. تلمسان. صحيح. وما وراء الدولة المرينية الدولة الزيانية الدولة المالينية نعم. هذا في العهد اللي تأسست فيه المدينة تقرت القرى قصدي. نعم. معناها أصبحت الواد مدينة. نعم. أما قبل. لو... مدينة معناها استقر فيها الإنسان نعم. وبنى نعم. وبنى, نعم. وبنى وسكن، نعم. 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 هذا الإختلاط هذا في الثقافات وحتى في طبيعة الحكم ولد ربما توحد أو توحيد في بعض المظاهر الثقافية من بينها التقويم الشعب الفلاحي نعم. كما قلت أنت في جنوب تونس و صحيح صحيح إذن التقويم الشعب الفلاحي هذا لما نلقوا النهار الأول من التقويم الشعب الفلاحي م. نعرف النهار الأول نعرفوا بليلة تقويم فلاحي نعم لأن الإنسان فكر وبحكم البدوي يتعامل مع الطبيعة مباشرة لا إنارة ولا أي شيء فبنى كل معطياته ومعلوماته على التجريب والتجريب أنت تعرف أنه منهج علمي معترف به نعم. وبذلك كل حتى في اقوالهم السائره وامثالهم كيقول لك مثلا كيقول لك شهيلي شهيلي الظهر عفوا برق الظهر خليفه الشهيلي مبني على التجربه نعم في الصيف اذا شفت البرق شمالا في منطقه وادي السوف عرف غدوره شهيلي. صحيح معني مبني بحكم, على التجربة, بحكم التجربة, حكم التجربه بحكم التجربه نعم والله يقول لك وتكرار الظاهره ايضا نعم, نعم اذا المعاينه الميدانيه ايضا والبحث الميداني هو منهج نعم وبذلك لانه بدوي ويعيش مع الطبيعه نعم نعم لما نلقوا ان التقويم الشعبي الفلاحي ينطلق يوم 14 جانفي، يوم 14 جانفي هو اليوم الاول في التقويم الشعبي الفلاحي م. اللي هو يساوي واحد جانفي في التقويم الميلادي م. اللي هو يساوي 12 يناير في التقويم الامازيغي نعرف باللي راهي 14 ماذا تصادف؟ هو الليله الاولى من الليالي السود م. وش معنى أن البدوي كان يحتفل بيناير ليس احتفالا كما يفسره البعض إنما يحتفل به على أساس انطلق الموسم الزراعي والرعوي ليس له دلالات أخرى أبدا ليس الناس تفسر وت... وت... وتقحم ما لا يقحم كان صحيح. البدوي ببساطته والمذهب الجديد هذا المذهب يسموه المذهب البدائي او المذهب الفن الساذج بس بسذاجته العلميه صحيح صحيح سذاجته صحيح الغبائيه سذاجته صحيح العلميه كان يفرح بانه كان كامش لان كل شيء كان في بيات شتوي كان في بيات صحيح شتوي صحيح حتى الحيوانات منها من, من تثبت بالضبط اذا دخل الليالي السود اللي هو اليوم الاول 14 جانفي فهذا راس العام اللي هي السود يقرح فيها كل عود. ويرحل كل مسعود. ويرحل كل مسعود. وربما أبدلك من اللي حتى يفهمني المواطن. اي اي علاقه الامثال الشعبيه بهذه نعم نعم. نعم. اولا الساعه قبل التقويم الشعبي الفلاحي هذا كم فيه من شهر؟ فيه 12 شهر. نعم. كم فيه من فصل؟ ثلاث فصول. شفت انت كش تراكم يعني منقول. اكيد. صح. فيه كل فصل على يعني ثلاثة فصول ليس أربع فصول أربع فصول, فصول أربعة عفوا أربع, أربع فصول أربع فصول نعم أربع فصول. أربع فصول الشتاء والربيع والصيف والخريف نعم صح الآن قلت أن واحد يناير اللي هو 14 جانفي نعم والتقويم الشعبي الفلاحي هذا 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 التقويم 1 يناير هو تقويم فلاحي، مع فلاح. بداية السنة الفلاحية. بداية السنة الفلاحية. جميل جدا. لأنه قلنا تدخل ليالي السود. دلالة على بداية الموسم الفلاحي. صحيح. إذا لكن الاختلاف بين الفلاحي والميلادي م. أن الشهر يناير وحتى إحنا الأشهر في التقويم الفلاحي هي نفسها يناير فرار مارس واخواننا في 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 الشمال يسموه يسموه مغرس لأن يغرس فيه يغرس فيه نعم ومن بعد برير من بعد مايو من بعد يونيو من بعد يوليا، من بعد غشت من بعد سبتمبر، من بعد اكتوبر من بعد نمبر من بعد جمبر عفوا اكتوبر نمبر جمبر هذه الاصطلاحات والتسميات مم. تسميات قديمة جدا تسميات قديمة وتداولتها كل الحضارات وكل تدد... الثقافات كل الحضارات انما يقع فيها تكييف أي. حسب المنطقة مثلا عندنا احنا اخواننا في المشرق يسموا يوليو وسمو... سم... نعم نعم يسموا احنا نقول يونيا يونيا ويوليا بلغة بواتنا ونقول نمبر نمبر الجمبر الجمبر اذا هو فيها تحوير حسب المناطق وتكييف حسب المناطق وحسب طبيعة الثقافة هناك تاريخ كنا نسمعوها وتقويم حتى هو تاع أمنا عايشة ومنش عارف عند السوافة اللي قدم مثلا أسامي غير الأسامي هذه صحيح وهذه متعلقة بالتقويم الهجري آه. لأن السوافة أهل واد سوف يؤرخون بالتقويم الهجري خاصة الأميين والشيوخ الكبار زكاتهم تخرج مولد طف... ربيبه ومش عارف شوف بواتنا وجدودنا إيه؟ خلقوا واحد الطريقة ذكية لكي يحفظ الأشهر القمرية الهجرية أيوة. لأن الآن مع مؤسف يعني أن لو كان تمشي حتى الشباب المثقف صح الآن صحيح؟ تقول ما تقول رتب ليه تقول له رتب الأشهر الهجرية سوف لن يجدها صحيح. ولذلك وش داروا بواتنا وجدودنا داروا فكرة ذكية أول العام في الهجري وشو محرم محرم طبعا يسموه كاين اللي يقولوا المحروم وكاين اللي يقولوا له وش يقولوا له وش يقولوا له المحرم اي مش عارف محروم ولا محرم؟ يقول كاين اللي يقول لك محرم كاين اللي يقول محرم محروم. اي محرم. اي هو, هو اسلامي هذا معروف. اي, أي تحرم فيه الحجاج وتحرم فيه شهر محرم مرتبطه بحرمه الحجيج اعتقد. اي اي ومن بعد وش يقولوا؟ يقولوا سفر. شهر ثاني سفر شهر نعم ما يحفظوش يوم الشهر الثاني. اي يقولوا تومي محرم. تومي. تومي خوه محرم التومي اي خوه من بعد واش يجي؟ وشي. يجي ربيع الاول أي. ولد فيه الرسول صلى الله عليه يسموه الله. المولد وبعد الربيع الثاني وبعد الربيع الثاني يسموه تومي المولد تومي المولد باش يحفظوا ومن بعد واش يجينا يجي الاولى أي. يسموها جاد ولا يسموها المنسي علاش سموه المنسي؟ أي. المنسي الاول موقع وقع في حدث ومن بعد يقولوا, يقولوا جماد الثاني دلالات يعني يقولوا جاد الثاني أي. ولا يقولوا جماد الثاني اي, أي. وكي الثاني وكاين اللي يسموه ام نعيش كاين يسموه ام نعيش آه. وبحثت في الموضوع هذا ما لقيتش ما هو الارتباط الذي تصل بين ام نعيشة وبين ربما وربما وقع حدث لام نعيشة وكذا ربما حدث الافك في القضية هذه لم توقع في هذا الشهر بحثت ما لقيتها لم تقع هذا الشهر من بعد واش يجينا يجينا رجب أي. يحفظوا رجب اي ما سمطيتش نهار في رجب يا العجب يا فليشه العجب معروفه نعم. شفت الامثال الشعبيه نعم. معناتها يجينا شعبان اي يسموه شعبان لكن يسموه قصير لانه قصير لانه قصير في تحضيرات رمضان استقبال رمضان يجيهم قصير مم. ومن بعد جينا رمضان لا تحوير فيه ومن بعد يجينا يشب... شوال يسموه العيد الصغير اي العيد الصغير شهر الشعير العيد الصغير ومن بعد كي تجي القعده وش يسموه يسموه بالعيد بين العيد بين, بين بعد ذو الحجه صح بين بين ذو الحجه وشواكة ذو القعده القعده يسموه بين العيد يعني اجينا العيد الكبير العيد الكبير والعيد, الكبير. والعيد الكبير ليش سموا العيد الصغير هذاك سموا العيد الصغير لانه ما فيش نحر الشات صغير, صغير. وسموا منا العيد الكبير لانه فيه الحج الاكبر فيه الحج الاكبر جميل جدا معناه دلالات, يعني دلالات يعني واضحه واضحه كل الوضوح مم. مم. ولذلك معناها بواتنا وجدودنا كانوا اذكياء كانوا ولحد مش... الان الان عند العجائز يتحدثوا بهذا بهذا التقويم بهذه التسميات لحد الان لان حتى الان امهاتنا الكبار حتى في الولاده والحمل آه. يعدوا بالشهور هذه سبحان الله وتتابعوا حركه القمر نعم نرجع لك الان ل... ل... انت قلت لي كلمه جميله جدا قلت لي باللي التقويم الهجري هو التقويم المضبوط والدقيق جدا في هذه النقطه كيف لان موضوع وضعا دقيقا لم ياخذ من اي تقويم اخر. اه مستقل بذاته. مستقل بذاته. لان الاخر مرتبطه بالشمس وهذا مرتبط شوف من من التقويم الشعبي من التقويم المصري القديم نعم. اللي هو 4200 سنه قبل الميلاد. أي. وهي التقويم كل تاخذ من بعض وتصحح بعضها البعض. نعم. الى ان وصلنا الى هذا التقويم م. اللي نعتمده الان الا التقويم الهجري لم ياخذ من احد. اعتبر هجره الرسول صلى الله عليه وسلم هي بقى الانطلاقه بقى. ووضعه عمر بن الخطاب باشاره من احد الصحابه ووضعه وضعا مستقلا ولم ينحت من اي تقويم اخر ولم ولم يكن تقويما تراكميا نعم. انما فيه الحاجه الوحيده اللي يعتمد على رؤيه القمر جميل جدا يعتمد على رؤية القمر، جميل يعني لا تقريبا رؤية الهلال رؤية الى رمضان الى العيد الى نعم. نعم لا يعتمد لا يعتمد على الحقائق الاكيدة نعم اللي هي كما التقويم الميلادي صحيح لأن حتى التقويم الميلادي أهزي إليك بجذع نخلة تتساقط عليك رطبا جنيا أه. قيل أن الرطب يكون إلا في الخريف ما يكونش الشتاء نعم ومنهم شككوا فيه, فيه ما تنساش ما تنساش باللي راهو باللي راهو باللي راهو العرب قديما كان عندهم العام يسموه الخريف والمطر يسموه الخريف اي يقول اليوم خرفنا اي برا اسمع برا اقرا عند المعجم الدمشقي أيه. اللي اللبابيدي تلقى من اسماء المطر الخريف نعم كان عندهم العام يسوي الخريف اذا جاء العام الخريف مطر يقول لك العام مليح وكانت الاشياء تعرف بأضدادها لان كان قبله صيف هاي. وبالتالي الخريف ربما كثير يربطوه بالتخريف او باخر العمر يقول لك انسان آه آه. لكن لكن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث يعتبر العام خريف يقول لك يقول لك شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده في حديث يقول يهوى بها أربعين خريفا أربعين خريفا نعم. مش خريف فصل أيها. خريف العام كانت العرب قديما كانت الخريف هو العام مم. من اسماء العام الخريف مم. لكن احنا عندنا تو حتى في البدو زالت عندهم الظاهره هذه يقول لك اذا جا الخريف مليح وماطر يجي العام مليح يجي العام مليح يقول على لك على الانطلاقه بالخريف أي. آه يقول لك الامثال آه الشعبيه اللي تقول آه آه الصيف آه صيف ضيف الصيف ضيف أي. والشتاء شده أي. و... والربيع منام من والخريف هو العام هذاك الحق الخريف هو العام اي نعم قلنا الصيف ضيف م. والربيع منام من وشتي شده والخريف هو العاب صحيح. وقولوا هل هل هذا رجع الى خصوصيه الخريف؟ كان يتميز بشيء عن باقي الفصول او ماذا؟ لان الخريف في حياه في حياه العرب. حياه بل اقول في حياه واد سوف. أي. الخريف كان هو كل شيء حتى في واد سوف. علاش؟ لانه فتره الركود في الصيف. صحيح. حتى في الباديه. أي. الإبل الابل وسو وفي غشت. ما عادش تحرك الغنم كيف كيف يا وسو كبشك ما تجسو جملك ما تمسو ولدك ما تخصو نعم وهذه الأمثال الشعبيه تعبر حقيقه عن على, على, على التواريخ ولذلك ولذلك هم وقتاش ينطلقوا ينطلقوا غير في بدايه الخريف اذا طلع المرزم هج قشك في دار الصيف ما بقي مصيف صحيح اذا القاعدة هنا وبذلك ينطلقوا في الخريف مم. في واد سوف كانت المدينة في المدينة يبنون في الخريف ويتزوجون في الخريف. صحيح. و و علش... ربما الكثير من الناس يقول لك الخريف كان يبيعوا الغله وكان قطع الرماء كان عند البدو الربيع. أي. وكان عند اهل المدينه الخريف. أول اعتدال الجو، ثانيا قديما لا كانت للتدفئه لا كان الخريف يكون الجو معتدل. يتزوجوا عادي. نعم. بل حتى عشاء الشياب يقولوا هم الوليمه الفدوة نعم. يديروها في الشتاء. لأنه يخرجوا زكاه التمر وزكاه كذا بعد الزكاه يخرجوا وبذلك الخريف هو العام لان الشتاء على بالك تكفش فيه كل شيء نرجع لك للشهور الان اي شهر يناير يبدا في 14 وقتاش ينتهي يبدا في 14 جانفي أيه. وقتاش ينتهي ينتهي في 13 فيفي نهار 14 واحد فرار شفت انا 14 في بدايه الربيع بدايه لا مازال مازال ما, ما تحدثناش عن بدايه الربيع آه. شوف اعطيك شهر بركه يناير باش يفهم آه. المستمع الكريم يفهمني أي. آه. يناير يبدا 14 جانفي صحيح الميلادي آه. وقتاش ينتهي؟ كنت 13 آه فيفري هذه 30 يوم آه. يدخل فرار نهار 14 فيفري شفت انت ان الشهر الفلاحي متداخل نصه في الشهر الميلادي ونصه في الشهر الاخر صحيح هيا نعد لك الان في يناير يدخل نهار 14 14 جانفي ينتهي, ينتهي 13 فيفري مم. نمشي تو الفرار يدخل 14 فيفري في اليوم الموالي وينتهي 13 مارس مارس او مغرس يدخل نهار 14 مارس وينتهي 13 ابريل أبرير ابريل ابريل يدخل نهار 14 إفريل وينتهي يوم 14 13 مايو هذه التواريخ اللي فيها الانقلاب الشتوي والانقلاب الخريفي في لا 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 هلي ولا هذه 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 الشهور في التقويم الشعبي الفلاحي ايوه فلاح آه نجول مايو يبدا مايو نهار 14 ماي الميلادي وينتهي يوم 13 جوان مم. نجول يونيا يدخل نهار 14 جوان وينتهي يوم 13 جويليا شفت كيفاش رايح للشهر الاخر صحيح الميلادي صحيح صحيح نهار 14 جويليا يدخل يوليا مم. وينتهي يوم 13 اوت. جميل. نهار 14 اوت يدخل غشت. ينتهي غشت نهار 13 سبتمبر. نعم. وهكذا. إذا هذا التقويم مرتبط بي 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 بالفلاحة. الفلاحة بمنطقة وادي سوف آه. وما جاورها صحيح. صح. صح. نمشي لكن للفصول. فصل الربيع، فصل الشتاء يدخل 29، خليه فصل الشتاء في الأخير. يبدا 29 باش نشرحه. آه. يدخل الربيع يوم 28 فيفري باهي. 28 فيفي يدخل الربيع حسب التقويم الشعبي الفلاحي الفلاحي ناكد على هذا هو لأن... مش بعيد منه و... لان الميلادية. لان التقويم الفلكي يدخل والشمسي يدخل أي. يوم 21 مارس نسموه الاعتدال الربيع الاعتدال الربيعي صح التقويم الشعبي الفلاحي مارس عفوا الربيع يدخل 28 فيفي 28 ديما سابق ديما 28 فيفي صح وينتهي يوم 29 ماي شهر 30 يوم 29, 29. ماي 29 تلقى العدد 91 يوم آه. يا اخوتي الاعزاء تسمعوا فيا هاك القاعده تاع الفصول كل تدخل 28 راهي ماهيش ثابته ياسر ياسر ثابت انه يدخل الربيع 28 أي. وينتهي في يوم 29 ماي 30 ماي للصيف 30 ماي للصيف ينتهي يوم ت... كنا يوم... حيرين في ذاك الوقت احنا احنا ماشيين بالتقويم المعروف أيه. الميلادي مم. ونشوفه ونشوفوا باللي يقول لك راهو الشهر العربي يقولوا الشهر العربي, العربي راهي راهو الصيف دخلته وما نهرين وثلاثه ايام ولا ايام مش يجي في التقويم الميلادي صح صحيت صافي هنا الصيف يدخل 30 ماي آه. 30 ماي الصيف يدخل حسب ناكد على الجمله هذه التقويم الميلادي محسوب للربيع حسب مش محسوب للصيف حسب التقويم الشعبي الفلاح. الفلاحي اي, أي, أي. أي. 30 ماي وينتهي يوم 29 اوت ويبدا الخريف يوم 30 أو... عفوا هنا خلينا نحسب لك هنا أي. تلقى احسب عندك 30 و 31 نهارين وعندك ال 31 جوان أي. 32 وال 31 جويليا 63 أي. وال 29 تلقاها 92 يوم الصيف 92 يوم 92 يوم الصيف <applause> بواتي اللي يسمعوا فيهم عارفين الحساب هذا مليح أي. صح يدخل الخريف نهار 30 اوت ينتهي الخريف يوم 28 نوفمبر سبحان الله احسب الايام هذه تلقاها 91 يوم الله اكبر معنا قياس مضبوط مضبوط حقيقة. يدخل الشتاء نهار 29 نوفمبر أي. ينتهي الشتاء يوم 27 فيفري هنا درنا العام م. تلقى الشتاء 91 يوم احسب لي بالله عليك ال 91 وال 91 وال 91 هذا ثلاثه أي. واحد واحد وواحد ثلاثة أيه. وزيدها ل 92 تلقاها 365 يوم مضبوطة سبحان الله نرجع لك الآن. وهذا بالتجريب معناها يب... معلها... معناها هذا البدوي يا بتحكي عندي... عليه الأمور هذه باحتكاكها بالطبيعة وبالطقس وكذا لكن... هز التجربة هذه ورصد هذه الظاهرة الظاهرة لكن أيه. مع العلم أنه استلهم من التقويم الأخرى طبيعة الحال هذاك إن... الروبير نأكد نعم نأكد هه. إلا على الهجري هو خالص الله أكبر إذا الآن نمشي لك للشتاء الآن وحنا احنا في هذا الفصل دخل 29 الشتاء دخل 29 نوفمبر فيه 25 يوم الأولات من 29 إلى غاية 25 ديسمبر أي قبل قد... قبل الليالي البيض قبل الليالي البيض أيوة 25 يوم م. يسموها الليالي الزعفرانيات بواتنا علاش نسموها الزعفراني تونجيك ربما مرتبطة بالامطار التي تنزل أول فيها. اولا قبل هذه الساعة نجيك للخريف. أي. جازيه يقول بواتنا يقولها زازيه. زازيه. الهلاليه. اي جازيه الهلاليه. هي, هي صاحبه الحكمه هذه. آي. كبشك ما بتجسوها آي. آي. صح. آي. قالوا لها يا جازيه وكانت جميله. وكاد جميله وحكيمه. حكيمه. دليل على ذلك انها معناها تركت زوجها وولدها وهجرت مع قومها لشمال افريقيا. يضرب بها المثل أي. بواتنا. قالت هي حكيمة بني هلال بني هلال قلت لها يا زازي وش خير من زينك؟ ايوه قالت لهم خير مني خطوط الخريف. عرفت معنى خطوط الخريف؟ مم المطر تاع الخريف ما تجيش عام ما تجي بلايس بلايس خطوط خطوط. خطوط خطوط, خطوط آه البدوي بكري كان حد وين يترصد خطوط الخريف ويرحل لها. بغنامة, بغنامه بكل شيء. بغنامه بكل شيء. آه يروح اذا كان لقوا فيها البير يحيوا البير ويمشوا لها. خطوط الخريف، شفت انت على مطار... هذه الأمطار تاع تا خطوط الخريف هذه مزهرة مزهرة جدا اه ولذلك هنايا الخريف عندهم هو العام وهو المؤشر م. مع العلم أن كاين ثلاث أيام مرتبط بالحياة بالحياة، مع العلم أن كاين ثلاث أيام يسموهم العموديات في الصيف، أي. يعرفوا من خلالهم بقية الفصول سبحان الله عندهم نهار 58 و 59 و 60 يسموها الايام العموديات في الصيف العموديات العموديات علاش سموهم العموديات هم عمود السنه يجوا يديروا يحزوا الصوف ويحطوه في مكان مرتفع اذا نضى الصباح مسألة صلاه الصبح لقوه نادي يقول لك العام مليح مطر سبحان الله هذه التجربه بالتجربة بالتجربة. صح؟ بالتجربة. نرجع لك تو الخريف صفي الخريف اي مطر نزلت في الخريف نافعه اتفقنا في هذا صحيح من 29 الى 25 ديسمبر من 29 نوفمبر ل 25 ديسمبر هذه اللي يسموها الليالي الزعفرانيات علاش سموها الزعفرانيات لان اذا صبت المطر في هذه الايام تنفع مثل ما تنفع مطار الخريف وتصبغ الارض بالاخضرار كما يصبغ الزعفران يسموها الزعفرانيات بسفراري بس, في... ب... بس نعم بسفراري يسموها الزعفرانيات نعم هذه يسموها الليالي الزعفرانيات نعم. حسبنا تو 25 يوم مشتاء نعم. نمشي تو نهار 25 الليله الاولى ليله 26 لليالي البيض الليالي البيض قديش؟ 20 ليله صحيح تبدا من 25 ديسمبر وتنتهي نهار 13 جانفي قريب تنتهي الان الليالي البيض 13 أيه. جانفي اليوم رانا في عصر مازال 3 ايام 3 ايام وتنتهي وتنتهي, وتنتهي. الليالي البيض وشي خصائصها؟ أيه. تكون السماء صافيه جدا في الليل لكن بارده يكون فيها السحب يقول العرق ما يمشيش فيها يحبس يعني صح وما فيهاش أي... والشروه هي لغه هي الرياح العاصفه صح وبواتنا يسموها الشراوي يقول لك شراوي الليالي السود أي... لان الليالي البيض ما فيهاش شيء جاتنا شروه واحده صح أي... الريح تعسبت هذا كل شيء صح وشي من خصائصها الليالي البيض هذه كل شيء يتوقف العرق يتوقف الجنين عفوا الوليد يستحفظوا عليه بالدفاع وكذا ولذلك اذا يقول لك اذا انتهى الليالي البيض انتهت الحزمه والرزمه او يقول لك اشتهى طلب الحزمه والرزمه طلب الحزمه يقول لك اذا انتهت تربيه للبيض انتهى وكاين مثال اخر يقول يقول ليالي البيض مش عارف تطمح المراه وتهرب الوصيف لا هذيك من كثره الشر وكثره لا لا هذيك حكمة اخرى نمشي لك تو الليالي البيض قلت كان حيوان يدير البيت الشتوي يثبت يثبت كان النبات كما وكما كثير من كما الزواحف كان... الموجود عندنا آي... تختفي الان انت ماكش ملاحظ بالله الاشجار المش محميه راهي ما تتباعش صحيح الا في المحميات تاع ما تتباعش لان حتى تغرسها تقعد الثمن نعم صحيح صح الان الليالي البيض من جت هذه؟ جت في الناير وش يقولوا بواتنا عن يناير. أي. فيه الناير؟ يذي. اي جت في الناير يقول لك في الناير الكوانين قماير سبحان الله الكوانين قمير قمير كل برد اي حكمه هذه اي في الناير يكون الكوانين الكنون هو المقصود به الدفع ومقصود به الحطب ومقصود به أيوة. النار اللي دفوا بها الوقت هذا يقول لك يا اي يرقد الطائر. ايوه ويكنن المشي ويهبط الطاير سبحان الله من شده البرد من شده البرد طاير يكون الطير في السماء يحبط. في السماء يهبط سبحان الله فهمتني كيفاش؟ أيه. وتكن الناس كل تكن انت لاحظ انت هنا عندنا في واد سوف نطبقوها القاعده هذه على واد أيه. سوف انت ما تلاحظش لو كان تصلي الصبح وتبدا يشعشع النهار تلاحظ الغراب جاي من الشمال ورايح للجنوب لاحظ مليح مهاجر هم الطيور مهاجره لا لا هو في, في, في واد سوف في واد سوف انما شوف انت الايام هذه تلقى الغراب خارج من الشمال من الشمال ورايح ورايح, ورايح للجنوب, للجنوب. ماهوش من الشرق الغرب او لا الغرب لا مش لا لا تلقاه من الشمال ورايح الجنوب بل من الشمال تعشية بومرفق يعني الشمال الغربي شمال وراح الشمال الغربي ورايح الشمال جنوب الشرق اي علاش؟ علاش؟ ايوا لان الغراب يرعى 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 في البوادي خاصة توعت كي البطاطا يعني. وكذا ومن بعد في الليل ما يقدرش يبات في الجهة هذيك يرجع للغيطان سبحان الله برا لاحظها معناها معناها مش, مش يكن من بعد ماشي يكن ايوه لان الغيطان ادفى من الـ المنطقه اللي جاي منها هذه بالتجريب برا شوفها سبحان الله. شوفها, كنت آه. أخرج آه. سبحان الله شوفها كي تخرج من صلاه الصبح يبدا الشحش عنها اي صح شوف تلقى السراب الغربه راجعه هك سبحان الله ترى تعدي النهار كامل في الشمس م. وكذا في البوادي وفي الحشرات في وكل شيء في الليل المبيت تختلف, تختلف, تختلف على اي سبحان تفضل الغوط سبحان. والغراب على بالك من الطيور الذكيه ذكية جدا, جداً. نعم صح. الان آه يقول لك آه سمور خير من فطور في الايام هذه. صامول وش يدير هو انسان انسان بارد مش روح يفطر. يعطيك الصحه. يتفه ساعه بدرجة الاولى. صمور خير من فطور. نجو تول كملت آه 13 الليالي البيض. الان مش يبدا يتحرك تو الجو. تدخل لنا الليالي السود. اي كاين ليله ما بيناتهم يسموها الليله, الليلة الذاهبه. لا لا اعتقد هذه سعر. مره قلتها هنا ومن بعد كي حسبت ورجعت للمراجع والشيوخ الكبار لقيتها كاين اللي يقولوها بصح ما نظنش. اي لان كنا نديروا الليله الذهبه. اه، تخلت الحسابات كامله. اتخل... اتخل... تلقى الحسابات لان كاين كاين حساب اخر أي. لان كاين حسابات اخرى راهي كاين يقول لك حساب ولاد الحاج وحساب كاين عروج ذات على حساب خاص به. خاص بعائلة هذا لكن إحنا هذا حساب عام. اه. جميل جدا حساب عام ولذلك نهار 14 تدخل ليالي السود انطلق الموسم الفلاح أي. هذا هو علاش سموها يحتفلوا به الناي لا مع العلم ان في بلاد اخوتنا عند اهلنا واخوتنا في الشمال في لامازيغ العام راهو يبدا عندهم في 12 يناير مش 14 مش 14 احنا عندنا 14 م. 12 إذن أنت قلت هذا التقويم فلاحي وما عنده حتى علاقة بسيلة أخرى خاصة في سوفا لا الواقع 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 يقولها جدا. الواقع مش كنا نقول الواقع صحيح لأن في الليالي السود آه. وش يقولوا هالشي اللي نحكوا عليه التقويم الشعبي السوفي آه مرتبط الا باقليم سوف وما فقط مجو ما ما نقولوش اليوم على جينا الرياح اليوم قدوه تكون نفسها في وهران ولا في تزوز ولا في بجيه آه باش نكونوا منصفين آه آه. آه حتى التقويم الشعبي الفلاحي هذا مش مش بالضروره لهم من يبدع سوف اي آه نعم 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 آه صحيح نعم. جايها وممكن وقع فيه تعديل حسب البيئه ولكنه مرتبط بالبيئه مرتبط بالبيئه آه نعطيك امثله الان يقول لك في الليالي السود اذا دخلوا يدخلوا نهار 14 جنف معناها يدخلوا الايام هذه القادمه الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي آه صح اذا دخلوا الليالي السود يقرح فيها كل عود يقرح كل عود اي ويرحل كل مسعود اه اذا خرج من الكينونه ومن الكنان آه آه الان بدل رحيم ايوه المسعود هو القنفذ الجنفذ. القنفذ عند البدو لانه حيوان سبتي. حيوان سبتي. في الليالي هذه يخرج واذا شاف البدو القنفوذ اه يعرف باللي راه على علاش سموه المسعود فالسعد اه علاش سموه المسعود آه. وما يسموه شي مسعود لو يسموه المسعود. المسعود. المسعود, المسعود المسعود من السعد أي. اذا دخل الليالي السود يقرح كل عود أي. ويرحل كل مسعود كل مسعود وهنايا باش نكونوا منصفين وباش نكونوا واقعيين إيه؟ ما يقرحش العود في الليالي السود يقرح عقاب الليالي السود انما يبدا العرق يمشي اه لانه كان جامد وكان و... كان متوقف الليالي البيض هاي يقول لك في الليالي السود مم. يمشي الماء في كل العود يبدا العرق يمشي نعم اذا فاتوا الليالي السود هذا بالنسبه للغرس او بالنسبه للبذر لا البذل وكل حاجة أيوة. أنا كل حاجة في بلاصتها أيوة. كل حاجة عندها ليس هناك موسم واحد للفلاحة هناك مواسم حسب موسم عديدة نعم موسم عديد احنا عندنا في السبعين في واد سوف أي. في السبعين في الصيف أي. وش قداش مازال من الصيف مازالت آه عشرين يوم اثنين وعشرين يوم اثنين وعشرين يوم أي. في السبعين في الصيف يبدأ بواتنا بكري يغرسوا البصل ويغرسوا السناري ويغرسوا اللفت ويغرسوا الدنجال ويغرسوا كل يقول لك هذه 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 السم الخرفي الخرفي والبدري وال هي هي والمزوزي هي هي كل ناس سمعوا به هذه صح تنتهي حتى عند البطاطا اليوم هي هي كاين البطاطا كل موسم يقول لك تجيبوا قداش هذا بالتجربه ثانيا نعم بالنسبه لليالي السود تنتهي يوم اثنين فيفري يوم اثنين فيفري تنتهي الليالي السود وش يجي بعد هالليالي السود هاي 20 يوم مع العلم ان من 25 ديسمبر الى أيه؟ غايه في اثنين فيفري هذه آه تلقاها 40 يوم 40 20 20 20 20 يقابلها في الصيف او 40 يوم نفس الايام هذه سبحان الله تبدا 25 جويليا وتنتهي يوم 2 سبتمبر اللي هي يسموها اوسو اوسو يسموها اهلنا في الشمال يسموها الصمايم اوسو هذا اللي يعرقوا فيه الناس بالضبط ويقول لك يحلى فيه حتى ماكلة الدلاع الدلاع الرسمي نعم الدلاء نعم, الرسم نعم نعم في المرحلة نعم هذه أوسو هذا وين؟ هاي. يقابل في الصيف 40 ليلة يقابلها 40 ليلة في الشتاء سبحان تبدأ الله تبدا هذه 25 ديسمبر وتنتهي 2 فيفري مم. تبدا الأخرى 25 جويلي وتنتهي 2 هذه 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 في القر وتلك في الحر تلك هذه في القر وتلك في الحر جميل إذا ويوم 14 فيفري اللي هو يوم ليلة من ليالي السود يسموها قرة العانس آه. قرد مم. على سويت بهذا الاسم يعطيك الصح أولا علينا أن نعرف أن الماعز يقتله البلد عكس الخروف عكس الخروف حتى أن الراعي الحكيم الراعي يقول له أنت أنت راك مع الغ... مع الظان ومع الغ... الماعز وش وش يحدثوا فيك؟ يقولوا بكري بواتنا يقولوا منين كان الحيوان يتكلم أي. وهي مش الحيوان كان يتكلم راهم هازين من استلهموا من كليله ودمنا واستلهموا من خرافات ايسوب باسم الحيوان أي. بالناس الحيوان. الرمزية. رمزية. رمزيه لكن كاين خرافات ايسوب اليونانيه راهي من تشرع عندنا اليوم صحيح هذه الذاكرة الشعبية عبر التاريخ هي ذاكرة إنسانية ذاكرة إنسانية ذاكرة تستلهم صب فيها كل الفكر الإنساني بالله عليك آه كل ج... كل قط في عينه مغازل هذه في كتاب خرافات أيسوب اليوناني العبد أيه نعم هو عبد يوناني أيه حبي يدير لروحه مكانه ألف خرافات أيسوب فيها حكمة على لسان الحيوان أكيد كما كليل, وديمين كليل وديمين نعم فأيسوب هذا أقول له أن كائن ملك ملك الجمال يوم دار مسابقة للحيوانات أي أجمل حيوان فجاءت الحيوانات وبدات تستعرض وملك الجمال واقف وبدا يستعرض، بدا كل حيوان يستعرض هو ولده الصغير، يستعرض يستعرض وحيث ما صفق الجمهور اكثر هذاك الحيوان الفائز، فصفقوا على الغزال. ايوه. وانهوا الحفل، قبل ما ينهوا الحفل القرده احتجت. احتجت. نعم. ونا يا ولدي وين فسمح لها ما اله الجمال قال لهم خليها تدخل، فدخلت. احتج الجمهور، قالوا القرده قالهم لهم إن كل قرد في عين أمه غزال جميل جدا فهنا العشرين اليوم نقول كل خنفوس في عين أمه غزال لأن على شحنة ما القرد صحيح ولا نقولوا قط الفكرة مهزوزة ولكن الوسيلة المستعملة أو الأداة المستعملة حورت أو التعبير محاول حولت حولت حسب ضرورة الزمان والمكان جميل جدا احنا ما عندناش حسب, حسب حويناتي كالمنطقة إذن شفت كيفاش التراكم الثقافي؟ صح. آه. الان آه أربعة تشفيف في قرة العنس، أيه. الماعز، فقيل له يا راعي وش تقول لك الماعز وش يقول لك الظال، قال لهم راني سمعت الجدي خطب فيا ويقول لي اعطيني مسمير وبيتني في نوغير. اعطيني الحليب شوي وبيتني في النغور لان يبرد يخاف من البرد، يموت 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 من البرد الماعز. صح. وقالوا له و... و... لان شعر ما آه... مش كيما الصوف. يعطيك الصحة الخروف وش يقولك؟ يقولك آه. يقول لك العلوش نقول له قال لهم راني سمعتها قال لي آه... اسمها يعني عبي لي الزندحه وبيتني في السح هذا حق عبي لي الزندحه رويني آه. بالحليب آه. وبيتني في السح من برا ما يخافش يخاف؟ انا عندي 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 عندي, عندي وش نتغطى عندي, وبذلك... عندي جزاء نعم وبذلك آه. الماعز يخافوا من البرد شفناها حتى إحنا صغار لما تولي العنز بكري تلقاها ترعش يدوا لها النار اعطيك الصح ولا انا جات معاه ومشعلينها النار ومكبلين النار صح صحيح صحيح اذا ف العنز عندما فاتي سخرت من من من, 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 من الليالي البيض وش قالت لها؟ سخرت منها سخرت منها إيه وش قالت لها؟ اي آه. <applause> آه. قالت لها فت فت يا الليالي البيض وما قتلتنيش تغششت هو الناير. يناير هو يناير قولوا تغششت هي هي اسطوره انما فيها توريث اكيد توريث للاجيال بالحكايه صحيح, صحيح. لان بكري ما كانش وسائل التربيه كما الان أي. قال لها تون السلف لك نهار من في فرار, فرار يا معزة النار ونطيش قرونك ورا الدوار يلعبوا بهم الصغار هذه هذه قرة فرار قرة فرار قرة العنز قرة العنز هي قرة العنز يسموها قرة العنز صح. صح فهمتني هي عبرة فقط صحيح لكن اسطوره من الاساطير توظف و, و, و في نفس التقويم الامازيغي نفس الشيء موجود الحكايه انما البطل ليس العنز العجوزه تيريز العجوزه التي اللي هي انها سخرت من الناير وخرجت ترعى بغنمها فتغشش الناير وسلف لها نهار وقال لها نسلف لك فرار نهار من فرار يا عجوزه النار نخليك نتسلف لك نهار يا عجوزة النار نخليك في الجبل يا فم العار. فم العار. فقال وجدت عاصفة كبيرة جمدتها هي والغنم نتاعها وقعدت جامدة. إذا هي أساطير. أساطير. هي نعم وسيلة من وسائل التربية. صحيح. بعد يجينا فرار ينتهي فرار عفوا ينتهي الليالي السود نهار اثنين فيفري. مم ثلاثة فيفري تبدانا أيام العزارة. من ثلاثة إلى غاية عشر أيام. مم العزارة العزارة من ثلاثة هذا من العزارة اللي عجروا في الصحراء اللي عجروا في الصحراء إنسان معجري وحده بلا عائلة بكل لع... شيء بلا عائلة بلا شيء يقول راني عجري عزري, عزري. عزري. ولهذا تكون أيام العزارة صعيبة على العزارة امم لأن لا تشيح فيها لا كسوة العزري يغسل وحده ويطيب وحده وكذا لا تشيح فيها لا كسوة منشورة صعيبة على العزارة صعيبة عليه. سميت أيام العزارة من صح. ثلاثة مم. إلى غاية 13 فيفي 10 عشر أيام 10 أيام من بعد تجيني تدخل تدخل جمره جمره عفوا جمره الماء ولا جمره, جمرة الماء وجمره التراب جمره الماء وجمره الهواء وجمره التراب نعم جمره الماء جمره الهواء 6 مارس اي وجمره التراب عفوا جمره الماء 20 مارس 20 مارس أيه. وجمره التراب اه... 27 مارس اه. وجمره الهواء 6 مارس اه اذا نزلت الجمره هذه تبدا الماء يدفى والهواء يدفى و تربة مارس مع العلم ان من 10 ل 17 م. ثمانيه ليالي هذه يسموها الحسوم والمقوله التي تقول اي الحسوم ثمانيه ايام هاي. والمقوله التي تقول اذا خان مارس ما يخون بريل ايوه على واذا أمطار. خانوا الاثنين الدنيا ما عادش فيها الخير ما عادش فيها الخير اذا هي مارس مطر مارس أي. لان مطر مارس الذهب الخالص عند بواتنا يقول لك مطر مارس نافع جدا الذهب الخالص م. لان تنبت الزرارع نعم وتقوم ال تنجم ال الحشائش اللي تاع الخريف واللي تاع الخريف نعم قاعد موجوده ايوه من بعد اذا جانا بعد مارس هي. يقول لك اذا خان مارس ما يخون برير واذا خانوا الاثنين الدنيا ما فيها الخير معاش فيها الخير وانت تلاحظ ان بعض العلماء وبعض الدراسات اللي قريتها تقول ان كاين تزحزح في الفصول الظاهرة الايكولوجية الان الايكولوجية نعم كاين تزحزح في الفصول انت ما تلاحظش باللي باللي مثلا كما الـ الـ واحد قال لي قال لي وين الخطيه ما تقعدش فيه؟ اعطيك الصح كاين تزحزح في الفصول ما لاحظتش انت ان السخانة استمرت إلى غاية اكتوبر صحيح كتبر. صحيح إذا إذا هناك خلل الان على مستوى الكرة الأرضية كرة... من خلال هذه الظاهرة الايكولوجية الأمطار الحمضية ارتفاع الحرارة ربما وهذه ما نش نقولوا فيه تقول فيه المنظمة العالمية ربما الجوي نعم نعم هي لا تقول يقول سببها الانسان في قضية نعم رئة العالم معناها الان راهي تحصد كثير آه من الاشجار آه آه الحرائق الغازات التي تطلقها المصانع الان في الغلاف الجوي هذه كلها آه ربما راح تعدل حتى من التواريخ هذه في المستقبل نعم اذا فبعد يجيني شهر برير أبرير, ابرير 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 وليس أفريل أيه ليس ابريل وليس ابريل أبرير, أبرير, ابرير عند جدودنا أيه يقول لك اذا دخل أي تيبس لو كان عروقها في البير سبحان الله شهليات ولا كيفاش هذه؟ تسخن تسخن الدنيا آه وبذلك الاعشاب الطريه هذيك تبدا تيبس تبدأ ولو كان عروقها في الماء مم وتبدا تقل المطر صح اذا من بعد جينا مايو عاد أيه يجينا مايو اللي يدخل مايو يدخل نهار 14 ماي وينتهي يوم 13 جوان يقول لك اللي عارف مايو الوجه جاي مايو تسخن الدنيا وتبدا العدوى تنتشر لان مرض العدوى التهم تهم يعطيك الصحه قديما التالي تو ما عادش لا, لو لا تهم ودريغ ايه وظلم الجريد ما عملت سوف عملت سوف اذا ايه ايه ف يلي عارف مايو الوجه جاي انت عارف مايو من النشاط الفيروسي والبكتيري ينشط في هذه السخانه ما كانت وكانت ضربت في سنوات ما ضربت واد اكثر من واد سوف بتهم يقول نعم. بلا تهم نعم. بلا تهم فبذلك يقول لك اللي يعرف ما يلوج جاي وعلاش تمشي للمكان اللي فيه فيه الوباء كاين ميزه اخرى في مايو اللي هي ميزه اكل لحم الماعز يقولوا مليح في في, في مايو لانه يحمله لحمه نرجع لك تو ويزيد حتى في اللحم يزيد يقولوا فيه نرجع يعني. لك تو الى في افريل كاين واحد القره في افريل يقولها قره حيان 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 ايوه وكاين اللي يقولها قره غيلان ايوه وغيلان هذا هو شخصيه اسطوريه عند البدو معروفه هو التقويم الشعبي الفلاحي ذات كاين بواتنا يقولوا له التقويم غيلان نعم تقويم الشعب الفلاحي غيلان كانه رجل حكيم حكى لي واحد البدوي واحد اه الوقت عن قضيه غيلان هذا وعلاقته بالبل وعنده الاف البل يسقوا وحدهم وكان فقير وطلب من ربي مش يعطيه البل وعاد آه عاد عنده يوم يسقي يسقي فيه البل معاك نجوع كامل هذا غيلان شخصيه اسطوريه اذا غيلان ينسب له انه حكيم في التقويمات في الحساب ينسب له هذا التقويم ورجل حكمه رجل حكمه يقول لك تقويم غيلان يقول لك قره غيلان او قره حيان تجي في افريل من 10 إلى 17% فريق. الشخصية هذه حتى في الخليج متداولة خليج غيلان هذا ومرتبط ديما مضاعن الإبل وبال سا سأعود إليه سأعود إليه آه قرة حيان هذه يقول لك ما تحسب جديانك جديان وخرفانك خرفان إلا إذا فاتت قرة حيان اه شوف معنى قرت تدي منها لا ما تحسب جديانك جديان وخرفانك خرفان إلا إذا فاتت قرة حيان معناها قدامك كله مازال كاين البرد اي ما يديلك الغنم ما تقدرش تحسب لا ما تزيدش ما تزيدش الغنم ما تنموش اذا آه. فاتت قره حيان احسب خرفانك خرفان وجدانك جدان تبدا تسمن آه. تبدا تزيد وثم يبدا يوازوا الفطيم عن امته آه. الفطيم يبدا يفطم الخروف نعم. والجدي م. صح ويبدا ثم واحد العمليه يسموها عرس الغنم للزيز تاع الغنم يبدو الجز اي آه. بعدها يجي واحد واحد القرة يقول لها قرة الفطيرة أيوة يقول لك إذا فاتت قرة الفطيرة سجي جلمك وحضر روحك للمطيرة آه سجي جلمك أي وحضر روحك للمطيرة أي. معنى معناه الكلام هذا معناها أبدأ حضر الجلم مضيه مش تمشي تجز الغنم ما عادش يجي البلد اللي باش اي واللي عند المطيرة المطيرة هي الطبة تاع الزرع آه. اللي عند المطيرة يبدأ هاي روحة تبدأ تحمى الدنيا باش يبدأ يستنى الثمار أعطيك الصحة كلمة مطيرة مرتبطة بالمطر المطيرة. لا المطيرة هي عند بواتنا وجدودنا المطيرة هي الأرض المش كبيرة أي 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 كاين اللي يقولها البحيره، وكاين اللي يقولها المطيره، وكاين المطيره مصطلح اخر ثاني. أي. المصطلح اللي هي الابيات الشعريه بين اللازمه والمكب في الشعر الشعبي تسمى المطيره. سبحان الله. ايه عندها ياسر مصطلح المجروده وكيما آه 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 اسم المجروده آه. والمزيود آه والموقف اي آه آه صحيح. آه. اذا هنا يبدا الجزاز ويديروا له عرس. عرس كبير يسموه عرس الغنم. اي. آه. يجيبوا الجيران يحبسوا الغنم كل يوم عند واحد اليوم مش نجزوا عند سي احمد يسموا عرس ليت يذبح كبش ويجيبوا الرفيس ويجيبوا كذا ويبدا تبدا و... تبدا العونه يبدا عندهم طقوس اي طقوس يعني. طقوس وكذا والى اخره وعندهم قاعده في الجزائر اي يقول لك الشعر المارس اي والصوف البرير اي والوبر الوبر البر... المايو اذا ما جزيته يطير تديه للرياح قاعده سبحان الله شعر المارس اي والصوف البرير معناها الشعر جزه في مارس جزه في مارس العربية آه مش مارس الميلاد مارس مارس معناها في اوائل افريل اي والصوف البرير اي الكبش جزه في برير آه اواخر افريل آه عندنا حناتو والوبر المايو آه. المايو الفلاح واذا ما زيت انت ما تلاحظش الحاشي ديما تلقى بيشابي طير طير صح آه. آه. عندهم قاعده سبحان الله ويديروا عرس كبير وكذا ولا إذن ولا. هذا هو التقويم الان الفلاحي صحيح. هو مرتبط, مرتبط ب... بالطبيعه وبحياه البشر وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم البدوي نعم مبنيه الب... على التجريب م. لان البدوي هذا على دار القاعده تاع الشعر المارس كذا لان كاين عام اخطا قبل التجربه اخطا وجز الغنم في 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 مارس في غير وقتها في في, فقتلت أوجهها الحجري لأنه كاين عام يقتل في ماي عام 71 يحكي لي واحد البدوي في علب القلاليل منا في جهه طريقة بسة أي. قال لي قلت لي قلت لي, لي قال لي الغنم وقلت لي الماعز الحجري جاني في وقت بعد ما جزيت وقال لي الجمل يعني ثقب الظهر تاعه سبحان قال لي الله. قال لي قد الحمام كبير كبير قوي يضرب ولذلك معناها شفت كيفاش بناء عن 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 عن, عن, عن التجارب الطبيعه والتجارب وضع لكل شيء قانون او قاعده نعم او على الاقل مش قاعده توصيه نعم حتى 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 في في المنهج التجريبي المعروف العلوم وكذا ما يسمى بصدق التجربه ومحك التجربه اللي معروفه والنتائج دائما تاتي بالتكرار عندما تتكرر الظاهره علميا يضبط وراح حتى للعلم البدوي وراح نعم. حتى للعلم الحديث نعم نعطيك مثال مثلا نجوم الصيف هي. تلقاها هي مطابقه هي والعلم، علم الفلك. سبحان الله. مثلاً. حركة الأجرام، آه. إسهال، والقلب، والأسامي و... اللي كان ي... النجوم اللي يهتدي بها في الظلاف وكذا. نعم، في الصيف عجم... اللي عندك بالهادي وين غادي؟ صح. البدوي اللي عنده نجم بالهادي الشمالي. آه، معروف بالهادي معروف. بالهادي القطبي. هذا يسموه النجم القطبي الآن آه، بالهادي. وين غادي؟ علاش تغدي أنت؟ ما تغديش مادام السفن م... تهتدي به. صحيح. ولذلك. كاين توصيات نعطيك مثال وصل حتى العلم الحديث السنة الكبيسة هل يعرفوها بواتنا ما العفوش اللي هي 366 يوم يعرفوها ونهارها الزايد يروح للربيع سبحان يعرفوها الله. ونعطيك الدليل باش يعلموا فيها اولادهم اختصروها واش قالوا؟ قال يعطوا الولد لغز اي يقول له فارسنا ابو غره كل اربع سنين يجينا مره اه هذه السنه الكبيسه السنه الكبيسه في الله. في 23 29. صحيح شفت كيفاش دارولها كل اربع سنوات دورها لها منطق تربوي اي منطقة تربوي وهذا حق موجود حتى في الفقه كما مثل ابن عاشر كذا دائما يروح اللغز. يروح الاراجيز ويروح الى آه. آه. الضبط الفني آه. ويديروها في قوالب فنيه معناها والغاز و... و... وربما حكينا عليها آه. قضيه اذا البدوي البدوي راح حتى العلم الحديث نعطيك مثال ثاني انا اعطيتك المثال هذا آه. فارسنا بغرة آه. يعني في حاجه الغره هي اللي تجي في ناصيه الخيل نعم. نعم. والله في الشاء آه. فارسنا بغرة و... كل اربع سنين يشينا آه. كل اربع سنين جينا مره لغز صحيح يقول له في فري 29 فوق ولا فوق الربيع العام الزايد في 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 الربيع 91 92 ولا يقول له انا اعطيك مثال اخر يقول له اربع سلاطين اذا تكلم واحد يسكتوا الاخرين لما يدورها في الاشكال الفنيه هذه تحفظ حتى تحفظ نعم أربع لانه كانوا يعتمدون على الذاكره اكثر من التدوين هم صح. اربع م. سلاطين هيك. اذا تكلم واحد يخرجوا الاخرين هذا لغز لكن فيه التربيه عارفهم وشو الاربع سلاطين إذا تكلم واحد يسكتوا يط... الاخرين اربع فصول لا الرياح الاربع الرياح الأربعة ما كاش منها باش يجي في منطقه واد سوف بالتجريب يجي بحري وشهيلي وغربي يظهر في نفس الوقت مستحيلة آه. ولا هل تاع الفصول يقول له اربع سلاطين اذا دخل الواحد يخرج الاخرين سبحان الله هي الفصول اي فصول قواعد علميه نعطيك قاعده علميه اخرى مبنيه على العلم عندهم الصيف اربع نجوم كل 18 يوم تطلع النجمه مم. وفعلا برا تبع حتى قصح المرجم يطلع قد 70 في الصيف هاو جايك هي. نفصل هلا هي. 18 يوم الاولى يا اخي قلنا يدخل 30 مارس 30 مارس اه 30 ماي من 30 ماي 18 يوم الاولى هلا 18 في الصيف اي انه النجم اللي يطلع يطلع لنا الثليث عفوا الثريا 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 قبل الثلاث هاي الثريا الثريا هي الاولى اي ومن بعد اذا 18 انا وصلنا 18 اي من 18 زيدها 18 36. 36 في 36 في الصيف تطلع لنا لصفر لصفر اي واحد النجمه هاوني تبان نوع نوع فار جرد قط اي صفراء جدا صفراء يسموها لصفر اي تبعها تشوفها سبحان الله في الصيف لكن تخرج الصحراء ما احنا ما تشوفهاش لا هاتش. لا تشوفها حتى في البلاد ايوه تشوفها اذا قلنا 18 يوم الاول او شيء اي ثريا ثريا وثريا لصفر لصفر انا صرنا 36 اي لصفر لصفر زيدها 18 36 و18 أه 54 اي 54 يطلع لنا ثليثه ثلاثه ثلاث نجوم و... مع بعضها ثلاث نجوم عايز. مع بعضها وتحتها اثنين متوازيين اي ثليثه 54 ست... زيدها 18 72 72 يطلع المرزم المرزم يطلع بين 72 و 75 اذا طلع هز عزيمك واعزم هز قشك واعزم يا سيدي قره الراعي سيدي البعبر نوصه وقال خلاص قره الراعي هذيك يسموها قره السارح اه قره السارح والسارح هو الراعي آه. والراعي هو الذي يرعى الغنم وهذه ناكد عنها الكلمه هذه آه. الراعي هو الذي يرعى الغنم آه. وهو الذي يرعى شؤون الامه وهو الذي يرعى القناة هذه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ولذلك راعي الغنم ولذلك جدودنا كانوا ما يقولش سموش الراعي سمو السارح السارح يسرح يسرح اه جاي, جاي من السرح زين يعني نعطيك الصح مم وهي عربيه فصيحه اكيد لمعلوماتك نعم عربيه فصيحه وحتى القر حت حتى القر عربيه العربيه فصيحه جاي من القر من القر آه ومن القر, اه القر حركم قر وحركم حر اعطيك الصح عندهم اه مثل اه يقول الله يجعلنا قرنا قر وحرنا حر وصرنا صر صحيح اه ويقولوا القر قره العنز، قره السارح، قره حتى الاسامي اغلبيتها عربيه آه نشوفها آه آه كلها آه حتى المصطلحات والمفاهيم دليل على عربي عربيه عربيه كلها القره جايه من القر كاين يفسروها يقول لك قره العنز جايه من لا دي شافر وكذا لا مش لاجور هذا تاويل خطير حرب آه. لا لا آه. لا ما آه. علاقه بلاجور من, من القر من وهذا تاويل تحكي عليه القره جميل. والقره هي صحيح القره هي السكينه والقره والقره هي شده البلد السكينه جت منها قاره نعم المكان المرتفع القار الذي لا يتحرك نعم يسموه قار جمح قور نعم هذي قرة نعم. السالح أن السالح لما خرجت لليالي البيض وأنت تعرف الليالي السود وأنت تعرف الليالي السود يطول فيها النهار يطول فيها خاصة المساء لأن على بالك الصباح ما يبانش إلا إذا كملوا على الاقل على الاقل عزارة باش يبدا تبان الثمانية تاع الصباح تزيد صح بصح الزياده تكون في او تو تو العصر زاد كثير زاد صح. صحيح. وزاد المغرب زاد, زاد. زاد. نعم. لكن من من, من غادي يبدا يزيد الاسماء فالسارح تدفى الدنيا وتبدا تمد الغنم وتبدا النخيل يكون زرعوه نعم والاشجار نعم. تكون زرعت تبدا تتحرك نعم فالسارح هذا وين عند بلد في الدنيا ونافح فيه يشبح في الرعاة كل صراحة كل يديروا الناي الفحيل أيه. يشروا الناي فعنده ف آه... عنده برنوس سمح يتغطى به الوقت هذا كان يسموه القصبه القصبه مشي باعه مش به قصبه عند بلد الدنيا دفيت خلاص بدا يقصب بدا يقصب أيه. حتى جت قره <applause> مات فيها بالبلد له مات ف سموها قرة السرح هذه حكايتك هو كاين اللي يقولوا هو وقتها بالضبط قلت لي قديش وقتها في في اخر الليالي العزار العزارة, بعد الليالي العزارة يعني. يعني كتبها بالتاريخ غير نسيتها كتبها بالضبط ذات بالتاريخ مسجلة عندي غير نسيتها الان ما نعطيش تاريخ غلط ربما نغلط ربما كذا اذا ف يعني كل شيء مضبوط سي محمد صالح كلام جميل جدا هل دونت هذا الشيء مدون مدون, كامل. مدون كامل في كتاب كامل مدون خاص بالتقويم الفلاحي او التقويم الشعبي السفلي هو سي 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 احمد آه هو لو كان نجو باش نتحدثوا عليه ما نقدرش نقولوا التقويم آه لازم نحدثوا نقولوا الخبرات الشعبيه في ميدان الطقس والمواسم جميل كن يعني أدق ما أدق. أدق ليه؟ ليه؟ لأن التقويم متداخل مع الخبرات الشعبية تاع الأحوال الجوية والطقس. إذا شفت السحاب مغرب واش عندك درق؟ صحيح وإذا شفت السحاب مشرق واش عندك مرق؟ صحيح قاعدة. قاعدة. احنا ما عندناش المطر اللي تجي من اللي تجي من السحاب اللي من غرب وشرق مستحيل. صحيح ويقول لك عندهم قاعدة يقول لك شوف الشهيلي بيشيرها والبحر يغدير. اي. والظهراوي والغرب يدميرها وش معنى الكلام هذا؟ إذا جاء لي الأيام هذه يجينا ريح الشهيلي يعني لي يبشر بقدوم المطر وإذا جت المطر وبدا البحر يبوم مرافق يسموه أبو مرافق اللي جي غربي ش... لا شمال. شمال لا شمالي ش... شمال شمالي شرقي, شرقي. يغدر المطر قلنا البحر غدير عود بحاير صافي المطر احنا ديما جينا من السحاب المشرق والغرب إذا كان السحاب مغرب إذا كان السحاب مشرق مشرق متجه للغرب واش عندك مرق واش عندك مرق وإذا كان السحاب مشرق مش عندك دري؟ اه صحيح فهمنا كيفاش؟ إذا فقلت قلت والبحري والظهراوي دميلها، عفوا والظهراوي والغربي دميل إذا جاك الريح الظهراوي يدمر المطر. صحيح. إذا فهمنا قواعد. جميل هذا مرتبط ب... ب... بنوعية الفلاحة القديمة. نعم الشهيلي الشهيلي الغيطان، حركة الريح، م. استثمارها في حفر الغيطان، في كثير من الشهيلي، ال... الشهيلي هو الريح المرعب عند البدو صحيح والباديه تعواد سوف ما تعرفش البير الموت المحقق صح وحتى ان البدو يوصي في ولده وش يقول له أي. يقول له ما تبزع الماء كان عن جلت الماء كان عن جلت الماء عن جلت الماء اه يا جلت الماء في م... الملحافه قد نفسروا آه. تفسير يا ولدي هاز قربه وتمشي في الصحراء رد بالك تشوف البير تبزع القربه تاعك تقول لو مياه قديم باش نجدده طيب. لا حتى يتجلى لك الماء وتشوفه حتى تطبص على البير وتشوف فيه الماء لان احيانا في الصحراء تلقى البير ميت وانت بزعت المال تاعك شفت البير بزعت الماء انا يعني الماء البير ميت ما غارت مياهه تقصد غارت مياهه شايح آه. شايح وهو بزع الماء تاعه وشاف البير قال اه خلاص نايل الماء تاعي قديم اذا ان... ان... هذا في مخص في مخص حركه المياه الباطنيه ما هي الخبره تاع اهل سوف في هذا الجانب؟ الجانب الزراعي فيش يعرفوا الماء الغزير الماء مش غزير الماء الطيب ما مر عندنا قاعده غرس الاشجار في 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 قضيه الجله مثلا يحطها في الجهه هذه ما في الجهه هذه حتى معناها الماء ما يكونش مر يمر عليها كثير من الافكار الان بالتجار في قضيه حركة, حركة, حركه الماء علم اخر هاي. في الفلاحه يعني شيء رهيب خاصه في الغوط صحيح كيفاش أنا نموذج نموذج دقيق دقيق جدا يا راهي المنظمة العالمية للفاو الفاو للزراعة والتغذية والزراعة مش نعم. غالطة من صنفت الغوط كنظام عالمي تراثي متفرد ما كانش مثله في العالم صحيح. مش غالطة نعم لأن شافوا الخبرات تاع اراه منين يبدأ الغوط وهنا نحب نقول ملاحظة مم. ولو أني باش نخلطوا الحديث لكن نرجع للقاعدة الأولى من بعد نرجع لك مم. بالنسبة للشيلي مرعب يا وليدي ما لا ما الماء كان عن جلت الماء صحيح. روح عندما يتجلى لك الماء غير المال تاعك ياسر ما على تبعطيش. بالك من القصص الرهيبة والمدمرة والمآسي الكئيبة اللي وقعت في منطقة واد شوف سبب هالشيء عشر ردادة مات يسموه شهيل الرداد دا. حتى أيه. الان يدعو عنه يقول له يعني شهيل الرداد شهي ولا أيه. يقول لك فلان قبيلة الرداد هذه عرش كامل مات مش عرش لا كامل لا مات لا ولا عائله عائله لكن أيه. عيان العائله هذيك تقريبا أيه. ثمانيه منهم بما فيهم شيخ العائله الحاج علي رداد اي وهذه راهي مش بعيده راهي في 1879 التوتو أي. الان الان الغرد يسموه غرد الوصيف وين ماتوا مات الوصيف الوصيف التاحم خادم الخادم التاحم مات آه. يسموه غرد الوصيف للان يسمو غرد الوصيف صحيح. شوف حتى التسميات معناها مرتبطه بدلالات وباسماء وباحداث بنوت خضرة ثلاث بنات وجدهم جدهم منع لكن الثلاث بنات تتورى قبورهم في صحن بولاركان الان صحن بولاركان حذا جديد الان يسموه بيريه صحن البنوه بدلوه صح في أي. ثلاث قبور تاع البنات الشهيلي مم. شهيلي الشعانبه اي قتل العائلة من الشعانبه من الشعانبه آه عائلة, آه عائله رزم عائله رزم قتلها كامل عائله شهيلي ولذلك رزم ولا زرمه؟ زرم لا لا رز... رزم رزم رزم, رزم. 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 بورزمه لا لا ارزم مانيش عارف اللقب تاعهمهم يقول يقول ايه نسمع به نعم. نسمع به يقول له شهيلي شهيلي رزم, رزم. ايه. اه يعني ولذلك التعامل مع الطبيعه القاسيه يخليك يخليك تحسب الف حساب سبحان الله تحسب الف حساب في تقويمك في عدك في معرفه البلد في معرفه الريح في معرفه الشتاء في معرفه الصيف في معرفة ولهذا تكيف حتى التقويم الشعبي الفلاحي هذا تقويم غيلان تكيف نرجع لك الغيلان غيلان هذا شخصية ربما تكون أسطورية وربما تكون حقيقية صحيح نمشي وين موجود غيلان لأنه متداول عند, عند البدو كثيرا متداول عند البدو كثيرا غيلان هذا رجل حكيم مم. سطيع نطيع رحت لكم في الشتاء وجيتكم في الربيع هذه هذا قالها غيلان غيلان حبوا يختبروه قال له نعرفوه وقتا يدخل الربيع جوه نهار مش يدخل الربيع هاي. قال له يا غيلان شاهين شوي حليب من ناقة راح يحلب حس بحاجه هو يفهم مليح اه قال دخل الربيع في النهار هذاك قفل الشكوى هذه وبدا يحلف الشكوى الاخرى جاهم قال لهم استطيع من رحت لكم في الشتاء وجيتكم في الربيع قال ها حليب الربيع ها حليب الشتاء قال له أه. نوض هذا مش تع... هذا مش تاع باش جاي مش نزل بحوه هذا ذكي ذكي جدا غيلان هذا احنا اه. كاين كن... عندنا عائله غيلان اللي يقول لهم الغوالين في حسان عبد الكريم اه. نحكي لك واش كاين من غيلاني عائلات غيلاني عطيك الصح لا غيلاني خط غيلاني عشاش عشاش صح هذا من غيلان غيلان غوالين يقولوا يقولهم الغوالين كاين غوالين من عشر ربيع يعني. كاين بير غيلان في طريق حسم سعود نعم قصر غيلان في تونس قصر غيلان في تونس صحيح جنوب دوز اي كاين غيلان اللي هو في السعوديه اه كما قلت انت اي. في في الخليج نعم نعم في الخليج الجزيره العربيه كاين غلال نعم. وحتى ان ونفس ف... الثقافه اللي عندنا هنا نعم. في فيما علاقه البدو وعلاقه الابل والاسماء وكل شيء وربما حتى الاحراش حتى بعض النباتات موجوده وكاين حكايه واقعه في لأن لو تشوف حتى مع خطوط خطوط الطول هي عندها علاقه بالزمن م. تشوف هذا الخط الصحراوي الموجود في شمال افريقيا والصحراء الكبرى نفس الاقليم ونفس المناخ مع الجزيره العربيه ربما انفصلت عليها في يوم ما عصر كاين ما يسمى بالشق الوقاع في الارض والزلازل الكبرى اللي شكلت منها القارات فالجزيره العربيه كانت ملتحمه مع افريقيا معناها المناخ هو نفسه لما تروح الجنوب الجزائري اقصى الجنوب هي نفسها الحره تاع مكه وغيرها الجبال السوداء كما في الاهجار نفسها المناطق العرق اللي عندهم يشبه العرق في الربع الخالي اللي عندنا حتى من حيث التسميات اللي يعني تبعتها وشفت تسميات في حتى الازال والهرطة ومش عارف نفسها, 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 نفسها والعلنده مم. وغيرها نفس الاشجار الموجوده هناك موجوده عندنا العجرفه والـ والـ والسدر وكثير من مم. هي نفسها مم. وبذلك قلت لك يعني بالنسبه البدوي كان حكيم وكان ذكي وفي قضيه الغوط ايضا له علاقة بالتقويم والخبرة الفلاحية. نعم. الغوط، أولا نبه إلى حاجة مهمة جدا في واد سوف، وأن يحملوا جدودنا أكثر مما أكثر مما يطيقون. في يقول لك أنه جاء وحفرها الغوط. الآباء ما كانوا أغبياء باش يحفروا الغوط. كانوا أذكياء ويوفروا ويسخروا الطبيعة باش يحفروا لهم الغوط. قوة الطبيعة نعم. جات فكرة الزراب والدايرة نعم. وش يديروا؟ كي يختار هذه هذا يختار يقول هذا الماء قريب الماء قريب واش معناها في واتسون معناها الحفره الحفره واش يدير يختار الشقيقه هذه الماء قريب باش يدير فيها غوط صح يبدا بها هي صح ما يفلحهاش ما يفلحهاش السنه لا يدير لها يدير ذروات وزروب ويروح يخرج للصحراء ويخلي الريح يفعل ما يفعل يخلي الريح ما يفعل ما يفعل يجي بصح توجيه الزروب اي وجهه حسب حركه الرياح يجي ساعه ومره يحدث فيها ####حياة الوالد نقلا عن أبيه قالي ساعة مرة نخلوها نجو نلقوا الثمات بين معنى النز... النز الريح يخدم... يخدم الريح يسخر الريح في خدمتي يطلع أو يوجه الريح يوجه الريح في نقل أم... الرمال أم عجب مثل يقول لك كل ريح اعطيها ستار كل ريح اعطيها ستار هذا ستار صارت على السماء احنا عندنا الزرب يسموه هنا في الغرب منا يسموه يسموه يسمو سطور آه. او سطور س... س... لا وحتى بين النخيل آه. بين النخيل يسموه سطر اه ستر. كل سبعة متر سطر آه. آه. احنا عندنا الريح المؤثر هو البحري صحيح وبذلك دائما ويطول البحري يطول ويمشي في الليل ويمشي في الليل ولذلك الرمال المتحوله عند البحري مش عند الشهيد مش صح صح عند الشهيد ومش عند الظهراوي، الظهراوي عندنا هنا في الوادي يكثر الغبره تشوف الدنيا عجاجة الدنيا ديالها كذا ويروح, ويروح ثم, ويروح. ثم. صحيح. لكن البحري راهو ساعه مره كاين بحريه هذه يسموها عام البحريه 1947 اي اي قتلت المواشي دفنتها بابا بابا دفن معروفه عند بوتنا عامل اللي اسمها ونسيت حاجه سي بمناسبه عام كل حدث وقع في عام سمو بي سبحان الله مثل هناك توثيق توثيق مثل مثل العرب قديما في العصر الجاهلي سبحان الله سموا عام الرماده سموا عام الفيل سموا عام الحلبه عام, عام عندنا الان كل عام مسمى عام الجراد عام وراني كاتبها سي من 1791 ما شاء الله الى غايه 2020 2020 عام الكورونا نعم لمعلوماتك 1791 يسموه عام البابور ولا عام الحجاج من ثم راني مسجلها ما شاء الله كيف. كل عام وقع في حدث الرخوله بالتقويم هذا وين التقويم المعارف الشعبيه الشعبيه مثلا كيقول لك تو كثير من الحدث حياه ما نقولش اسمه ما نذكرش الله يرحمه ويوسع عليه يرحمه عليه كان حضر للتلقيب وسجلت معاه كثير الالقاب الالقاب سجلت معاه يقول لي لولا ذكاوة البدو ما كناش نقدر نسجل الحالة المدنية عام من 40 واطلع سبحان الله نقول لك كيفاش أنا سجل الحفل إيه بالتواريخ ايه 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 نقول لك, ايه لك كيفاش عمي قال لي راني نذيت منين بديت نسجل رحت نحفظ في التواريخ تسجيل في الاول في الوقت عام 48 ولا قبل بدي من 38 38 بدي من التحضيرات لكن معظم العروش تسجلت بعد بعد ال 40 آه، 48 كاين آه، 48, آه، 48. آه، 48. كاين 47 كاين 40 كاين خاص العروش البدويه لحقوها من بعد اي آه، 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 صحيح العروش البدويه استمرت حتى بعد استرجاع السياده الوطنيه سبحان الله بعد آه، آه، 62 آه، بعد حتى ل 67 حتى بعض الاسامي كاين لسات ما عندهاش قال لي روحت اضطريتي لحفظ الاعوام قلت له كيفاش عمي؟ قال لي يجيني البدوي نقول له وانت عام واش مولود؟ يقول لي عامل حلب. قال لي ضبطوا لنا التواريخ قال لي يعطيهم الصحة بالذكاء قال لي عدنا نرجع الخبرات عامل حلبة قداش؟ 45 عام 45 عام التفيس عام المرض 45 أي. عام الريح 47 عام تسعة 49 عام الحارة هناك معلم تاريخ يعني دارولا معالم له معالم سبحان الله حاول الان تغفل الناس مم. تغفل الناس مثلا العالم بدو هو عالم قائم بذاتها بدواوينه وكان يعتمد على الذاكره التالي سي سي احمد تكون نروح لك الحاجه اخرى علميه اكثر ستدهش يا اخي تعرف انت رموز المورس اي عندهم رموز تاع الطوابع الابل يحفظوها وحد العلم دقيق سبحان دقيق الله. جدا سبحان جدا سبحان جدا, سبحان جداً. سبحان. بحيث في الربيع يطبع البل يديروا الوسم الطاقة الوسم كل عرش عنده وكل, وكل وسم عنده عزيله وكل ع... كل عائله عندها عزيله كل عائله عندها عزيله لان العرش كل في وسم في وسم ومن بعد العائلات عندها عزيله علم الاشاره علم قائم بذاته ولذلك لم يقول لي واحد الان يقول لي علم السيمياء هو علم غربي لا هو علم بل نقول لك محلي اليست العلامات في الجمال سيمياء بالتطبيقي مش بالتنظير سيمياء سيمياء هي بس الكلمة سيمة. سبقوا ستراوس سِمَة هي الإشارة سبقوا العالم ستراوس بالتطبيق عالم ستراوس عالم المعروف عالم الأنثروبولوجيا نعم إذا سبقوه بالتطبيق في الميدان وحتى عالم البدو وعالم حتى والدليل كل شيء تلقاه عندهم علم إنما احنا ما لازم دراسة صحيح وهذا دور الجامعة هذا دور الجامعة لأن ما يؤسفني الآن أي. ما يؤسف ان حتى بعض النخب يقول لك شيء هالدراوش شفت تقزيم التراث ليس وتحق لا ليس قضيه وتحقير الامم التي لا اقول ]ني. تقزيم التراث انا اقول قزم قدرته لو بحث لوجد لو علما سأكيد صحيح لو بحث لوجد لو لو علماً, علماً. علما نعم لوجد لو علما والمعرفه بالارض اعطيك مثالا سيد الكريم نعم هذا كل داخل في ما يسمى بال بال بالتقويم حبينا السعر. ولا كرهنا غوط السردوك هو جزء من ثقافة وادي سوف غوط السردوك نعم كان عبارة عن حظيرة للحمير والبغال لكل المتسوقين سوق الجمعة حضرنا صح, صح. وكان فيه واحد يشفر حشاك الحمير معروف نعم كان ما كاش ما يعرفش من كبارنا غوط السردوك اكيد ومعلم من كان مع... هو البارك الوقت هذا بالمنطقة ب... 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 بالمنطقة الان معلم من معالم سوق الواد سوق ال... له اصلا سوق الواد هذا في حد ذاته كان يعكس يوم الجمعه ثقافه اهل شوف بل بائع لك... الغشاشيب الصفار الذي يخدم النحاس الطاحونه اللي يخدم القراديش واللي يخدم الامور التقليديه انا البدول. اقول لك انه كان ملتقى شعوب ملتقى شعوب نعم وادريغ زاب لما مشى غدامس كلهم تلتقي في سوق كل الواد كلهم تلتقي في سوق الواد كاملين نقطة ارتكاز كبيرة نقطة ارتكاز واش يزيدك خليك ومش كان السوق ومن محاسن سوق الواد ان كانت فيه زوايا صوفية تجمل زي... حتى خارج التجارة أكيد زي... وكان سوق الواد هو موعد للقاء حتى في عصرك انت وعصرنا وحتى, الفتوة وحتى الفتوة حتى الفتوى حتى الفتوى نعم صحيح. في زوايا سيدي سالم في زوايا المسجد الكبير كان غرفه الفتوى صحيح اذا ولهذا الان بالله عليك يقول لي واحد يقول لي هذا هذا تخريف بالله عليك الان لو كنت تقود ولدك انت اللي عمره 19 سنه وتجي هابط انت وياه الان ما يعرف بسوق دبي قل له له وين غطس الصردوق؟ الان محيا ما, ما تقول ليش هذا اخت خريف. أنت حدد, غوتم هريش ولا؟ انت حدد لي المعلم لو كان سميناه ما سميناه سوق دبي كان سميناه مثلا سوق الغوط للاسف يا استاذ بن علي نفتح فاصل هنا هذا مهم جدا وهذا قلق حقيقه عند المثقفين الواعيين مثلك بضروره التراث لانه عمقنا الهوياتي وعمقنا الحضاري والثقافي والله وصلنا سيحة. اليوم سوق الواد الان من المفروض يكون سوق عربي كما في تونس سوق خاص بالريتزارة سوق خاص بثقافة أهل سوف مع السوق الواد مش يدي دورة تجاري كما كان بكري الآن لازم يصفرق أصلا كل دورة, هادك... تجار دورة تجاري في محل الآن محل. لأن خرجت عنا أسواق, أسواق, موازية أخرى. لماذا هذا ما يكون سوق ثقافي لوكلة الشعبية تباع ثم كل ما يتعلق بالواد واحد مش يزور سوف في لحظه يروح للسوق يلقى كل شيء ثم عن الواد اللوحه ثم النحاس ثم كل شيء ثم اذا خرجنا السي احمد خرجنا لا مرتبطه ببعض المواضيع مرتبطه نعم مرتبطه ببعض لان حتى في المواضيع المرفات كان معناها رجال السياحه وخاصه من مديريه السياحه تحدثنا عن هذه النقطه بالذات لان تخدم بعضها كل نعم. السياحه التي لا تستثمر في الموروث والتراث وانا في, في رايي وهذا رأيي اسمحوا لي في رأيي الذي همش باستهتار ابرك من اللي همش استحياء. كاين الان مناطق كاين بعض الناس يستحيوا باش يذكروها ويذكروا اسماء جديده تاعها وهي اسماء تاريخيه انا نقول لك بالنسبه لي بالنسبه لي هذا رأيي لو كان اسم فيه عوره ولا في حاجه تخدش الحياه. من حقك لكن اسم عادي نعطيك مثال وزيت الان راهم يحاولوا يبدلوها منش تحدث عن ال, 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 الادارات الرسميه تحدث عن شعبيا يحاولوا يبدلوها بس ما اخرى وزيت مش فيها واد الزيت اي واد الزيت واد الزيت ودمج الكلمتين ودمجت oh. الكلمتين هو واد الطرفاوي اللي هو الطرف الطرفة كان واد الطرفة واد العلندة واد العلندة واد وديان كان صحيح, صحيح من الأشجار إذا يعني. لو كان فيها حاجة تخدش نقول نستحي منها كما البهيمة مثلا ولا كما حولت مه كلبه كيما هذه اندارت فيها مداولة وأصبحت مه الغزال إي صح حولت صحيح لكن حاجات ولذلك الذي 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 همش استخفافا أبرك من الذي همش حياء صحيح تحشم من روحه لان لان المتحشم مرة له الاحساس اعطيك الصحه الدنيا والضعف نعم انا اذا مشيت اذا مشيت للمدينه اخرى لازم ناثر بلهجتي مش ياثروا فيا اكيد مش نمشي 10 ايام هو أن ربما تدخل باهتزاز اعطيك الصحه تحسب شخصيتك وموروثك لأني يمثل هويتك مثل انت انت الشيء اللي تحكي فيه من هو مدعاه للمفخره نعم كان عندنا علم حلوة. علم خاص بالمنطقة علم خاص بالفلاح علم خاص بالطقس وهذا خاص... العلم لم يخرج من العلماء خرج من الناس أميين نعم. الأمية فقط ولذل... ولذلك, ولذلك, آه. ولذلك الذكي حتى تعريف آخر تعريفة الذكاء الآن فاليونسكو هو في ما معناها آه الذكي هو الشخص القادر على التأقلم في كل المواقف عبقرية السوفي كيفاش تأقلم نعم. كيف استطاع أن يصنع نموذج مميز سواء في العمران العمران الفلاحي ولا العمران المعماري م. هناك تمييز القبة القوس المادة الجبس نمط المعمار شيء جميل جدا اليوم نجدوه في الغيطان رو مهمل اليوم نرى نشوف اللي هناك معمار مادي روي, روي يندثر يوم بعد يوم قهوة بطاطا تروح غيطان تروح لم ترمم أو تصنع أشياء مثلها حتى مش نبقي على هذا النموذج اللي يمثل هويتنا المعماريه وهويتنا العمرانيه. كلامك صحيح، آه. كلامك صحيح. لكن ثاني ما نقدرش نوقف عجله الزمن. اكيد، ولذلك آه. احنا ما نقولوش نرجعوا لا لا مش نرجع. لا لا من حيث الاستثمار السياحي. توظيف توظيف توظيف, آه. توظيف. آه. توظيف. لان عندنا كمثال قطب تجاري سياحي كبير استثمر في عماره واد شوفوا جسدها بطريقه حديث أو مثال. لا دور. إذن ذهبيه اذا كثير إيه. كثير احنا لسنا متحجرين بالعكس مم. احنا كنا نستوحي من حضارتنا ومن معمارنا ونطور احنا قلنا بالحضاره الدائمه هي الحضاره التي تتاقلم والحضاره التي تضيف من عند الاخر الفكر الانساني هو فكر واحد بصح تبقى فيها الصبغه تبقى القبه تبقى القوس يبقى التصبيع يبقى ولكن كاين اشياء تتطور صحيح اليوم الجبس غير قادر مش يواكب الحركه تاع المال شوف شوف شرفت. تصبيح هذا هو عباره على زخرف اه زخرف صح, صح. بالاصبع بالاصبع بالجبس شوف الجبس المحلي الآن انا يعني. اعطيك باش بالعلم دائما نربطه بالعلم باش ما نتهموش باللي رانا متحجرين متحجرين صحيح التصبيح هذا الجبس المغربل ويجي بناء نقولوا للمعلم بكري ماهر ويدير الحيط كل تشوف انت زخرفه ونفس الوقت هو انكسار انكسار لاشعه الشمس وترادف مجموعه من الظلال شفت باش يبرد الحيط هذه نعم. جهه علميه ثانيا انا كتبت مره مقال عارف شو عنوانه سي احمد هل سبق السوافه فان جوغ جميل فان جوغ الفنان العالمي الهولندي اللي مسمى عندنا متحف امستردام لوحاته تعتمد على التهشيريه اللي هي التخطيط المجسد البارز التصبيع يسموه احنا لجنه قلت هل سوف في التحشيريه التحشيريه يسموها إسلوب نعم. التحشير. نعم. هل السوافة سبق الفنان العالمي فان جوك في التحشيريه وفعلا سبق الفنان العالمي فان جوك لأن فان جوك ظهر في القرن التاسع عشر فما فوق هو جميل في شخصيتك سي محمد الصالح أنك فنان ورسام تشكيلي وأستاذ مادة تربية فنية نعم هذه كلها كونت شخصيتك نعم الفنية جميل أنك كتبت عن, عن هذه الأشياء لأن حتى لا, لا تذهب هدرا هذه واحدة أيه. اثنين الآن تدير في واحد جرعات تحفيزية لكل محب لهذا الوطن ومحب لهذه المنطقة لأن حبك للسوف هو أنك تتبناها وأنك ما تستعارش منها كما كنت نعم, نعم وبأنك تفتخر بهذا الإنجاز الحضاري تفتخر بالغوط تفتخر بالغبة تفتخر بهذا النموذج الفلاحي مش... مش الوحيد في العالم مختص بمنطقتك إنت مت... وهذه عبقرية السوفي سيحمد مانيش نفتخر نيرا نعم. مش غير نعم. نفتخر مش انت نحكي السواف عليهم ان يفتخروا بهذا التراث. لا مش قضيه افتخار آه. قضيه السع اولا وقبل كل شيء هذا احترام للاباء والاجداد. صحيح. ومن احترمت فكره فقد احترمت. جميل جدا. يجيني واحد الان متنطع يقول لي جدودنا واش خلونا؟ خلوا لك الغوط او الغوط راح يخلوا لك البلاصه تبيع فيها بمليار ونص. ولا هذه ما لكش الغوط اليوم راه مستثمر كل في الأما البعيد استثمر في البطاطا وكاين حاجه خلوه لك اكثر ايه شيء معنوي خلوه لك الاراده صح نزيدك الاراده والعزيمه اللي عند اهل سوف ايه اكتسبناها من الاجداد نزيدك حاجه اخرى ايه اعطيني خليك اسلوب تجاره ايه خلوك منطقه تجاريه اعطيني في العالم شخص يمارس ثلاث اقتصاديات كان في سوف صحيح راعي عند البل والغنم وداير غوط يجيه في الخريف. صحيح. وين يجي يجي يبيع الصوف والدهان والخروف ويبيع الجدي. تاجر وفلاح. تاجر و... ورحالة بدوي. بدوي ولا مش غنام, نقول غنام, غنام موال. موال. موال, موال إذا عند الغوط. في سلسلة واحد، في سلسلة واحدة. أعطيني في العالم منطقة فيها ثلاث اقتصاديات في نفس الوقت. أعطيني. نعم وهذه عبقرية. هذه عبقرية رجل المنطقة. هذه عبقرية الأجداد. لي يكفي, يكفي انه غامر في هذه الصحراء القاحله المميته اللي تحكي على الشهيلي قتل الناس كل وصنع الحياه أي نعم ووصل الى الماء وابتكر نظام ري مش موجود في العالم كله ونظام ونظام مستدام ومست... اي نعم الان نخرج الماء فنلوثه صحيح عند الاباء والاجداد كانوا يغرسون النخله ولا يخرجون قطر واحد يغرسوها هي تمشي للماء مش قلبوا الفلسفه بكري الماء يجيبوا للزرع السوافة لا السوافة الزرع عدوه للماء يقول هيريدوت في هذه النقطه مصر هبه النيل ايه كانت الحضارات تقام على ضفاف الانهار حضاره النهر الاصفر نهر الغنج، نهر النيل الفرات الراين على الراين فهمت ايه 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 الا الانسان الصوفي هو الذي لم هو الذي بحث عن الماء ووجده هو الكري هو ال هو الذي خلق الحياه مش الحياه جاء لقى ماء موجود وقام عليه حضاره بل وصل الى الماء وحمل هذه الرمال على اكتافه وعلى وصنع هذا الغوط اللي تقول عليه انت نموذج يحتقر الناس ولم, ولم يبذر الماء ولم يبذر الماء كان عنده الغوط يشرب على حافظ على التوازن الطبيعي والبيئي في المنطقه. بالضبط. بالضبط. هذا اللي يخلي الديمومه تكون. إذا ولذلك هاي. الان حتى بعض المأكولات الحديثة هذه اللي راهي يتغنوا بها في المطاعم وكذا. مهما درت مهما درت من من من, من 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 أنواع كسرة محشوة تلقى روحك خارج من المطابيق تاع جدودك. سميها ما وش وش هي عبارة عن رقاقة لا تقول لا تاكوس ولا لا تقول ولا, همبرجر ولا ولا, ولا... ولا, وش ولا بيتزا ولا... تبقى دائما رقاقتين أوه. وبينهما كامخ اللي هو تاع جدودنا قول سميها ما تشاء رقاقتين وبينهما كامخ على الاقل الان رجعوا للمله الناس شريعت... من الاكلات التي اخرجوها من الماضي الملة 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 وهذا الاستثمار جاءت... نحكي لك المله عليها. جاءت لضروره بيئيه صحيح لأن البدوي يمشي على جمل مش باش يستنى الخبزة باش تنوض وباش كذا خميرة ومش عارف وهذه الملة راهي موجودة من العصر من العصر الجاهلي للمعلومات كان كان يملها المعلومات تكرين نسمع في الصراع عليها الملة من أنا أصل م. سمعت يتناقشوا عليها في الفيسبوك وتناقشوا عليها حتى في الجلسات هم سموها تلق تقلة 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 الملة من العصر الجاهلي موجودة عربيه طبعا. عربيه فصحى المله توم المله يمل يمل ما ندسها في التراب الساخن وكذا نعم الساخنة نعم آه. مش ما نتصارعوا عليها اي صوفية ولا مش. لا لا آه. المله من العصر الجاهلي وتوارثت وحتى الشخشوخه م. اللي هي تسمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد, الثريد ان طيب. فضل عائشه على فضل آه ان فضل على... عائشه على فضل النساء كفضل الثريد على بقيه الاطعمه معروفه آه الثريد آه. هي الشخشوخه بمختلف الانواع جميلة. واحد سميها شخشوخه جميل الفتة واحد سميها آه... اذا ولذلك ما عندكم وين تلقي روح الواش نزيدك حاجه اخرى سي بالله عليك تشفى على باباك كيف الخريف يقول لك احشي التمر مليح تاع غرس علاش احشي التمر مليح علاش؟ باش تفرغ من الهواء ولا أكيد. لا؟ اكيد باش ما تعيش فيه حتى جرثومة حتى دودة تعقيم نوع من التعقيم نوع من التعقيم م. الان بواتنا مساكين باميتهم داروها أيه. وفهموها فهموه. ويقولوا رص مليح باش العسل اللي يزيد ما يخلي حتى جرثومة يعيش صحيح ويزيدوها النعناع الفوق صحيح صحيح الان احنا ما وظفناش النظريه راحوا الغربيين الان وظفوها واصبحوا يديروا في عمليه التعقيم بالافراغ الهوائي هشوفناها. شوف الكوكاو شفناها في الكوكاو وشوف في الخمير الخمير وشوف الخميره كل شيء ليست نعم. من تعجداتنا نعم ولذلك كما نقول لك بقي لي علم السيمياء وربما كثير من 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 الافكار اللي تبناها الغرب هزم مستعمراتها ولذلك ما نستحوش من ثقافتنا ناصلوها ناصلوها ونستلهمو منها سيدي اكيد لان لو كان كان الاجيال الجديده هذه خاصه في في التكنو في التكنو في الجامعه وكذا يكون يبحث في كثير من المظاهر اللي, اللي موجوده عند اجدادنا بكري ممكن يطوروها في مثلا نعطيك مثال وهذا هذا ما للبحث الجامعه الان تبحث في هذا التراث المهد اللي راه الان اللي اصبح الكتروني واصبح بالاله نعم تاع الصغير م. هربوا هربوا معناها كل مستلهم من المهد تاع جريده النخيل صحيح بعد جيب الدوح الدوح ما هو يمشي ويجي يمشي داروه الكتروني يمشي ويجي حتى لما هي نفس يشغل. الدوح كانت تستعمل المراه وداو والدها حتى وين يرقد نفس معناها والدوحه موش يسوف الدوحه هو يرجع للعصر الجاهلي نعم لكن نحكي لك معناها لما نستثمروا في العلم هذا نلقوا وش خرجوا منه يا سيدي يكفيني انني احترم هذه البلده، احترم تاريخها، احترم تراثها، احترم فكر الاجيال التي بنت هذا النمط وهذا النموذج من بالضبط. الحضاره بالضبط. ومن المدنيه ومن هذه المعالم التاريخيه في الفلاحه وغيرها والعمران بالله عليك يا سي احمد كيقول كي لك فارسنا متعلي بنواره عنده 100 عنده 60 فارس و114 نواره فارسنا متعلي بنواره متعلي بنواره عنده ستين فارس و114 نواره بالله عليك هذه يقولها امي على القران الكريم القران الكريم 114 سوره 60 حزب 60 حزب صحيح يعني مش موش 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 مش مش ماهوش امي ماهوش جاهلين ماهوش امي شيء جميل الابداع اللغوي نزيدك حاجه اخرى والسيميائيه اللي تحكي عليها هذه في قوالب فنيه زجريه شعريه معناها ارجوزيه خاصه في الغناء الارجيز وغيرها شيء شيء معناها تسجل او توثق خبره اجيال في كل مناحي الحياه شيء جميل جدا شفت ال... حتى اللغه لم تكن بعيده شفت اللغه وثقت هذه الاشياء شفت في عالم الاعلام الالي الزيب هذاك الضغط هذا. تاع المجلد مم. حكايه يحكيها الليل كامل يضغط هلك اون زيب في جمله البلاغه الايجاز ايجاز مشكل في الفصح الجار قبل الدار كنا نحكي لك الحكاية هذه ننسدوا حصة سمحك. هل هذا موجود غير في اللغة العربية موجود في اللغة العربية موجود حتى في اللغات الأخرى حتى في لكن اللغة. اللغة العربية تفي هو هذا يسموه لغة البيان لغة, لغة السحر هي. لا أحب أن نضيع لهذا الجن لا مش حاب نثبت نية من كلامي هذا آه. هل اللي لخص لك الجار قبل الدار هل هو أمي وجه؟ أبدا لا حتى معيار الأمية ولا لازم هو أمية في الكتابة فقط هي. أما الأمية الفكرية ما كانش موجودة والأمة العل... الأمية العلمية ما كانت موجودة صحيح الأمية كانوا معروفين إنه ما يقراش وما يطلعش فقط لا يفك الحرف وكاين فيهم اللي يقراها في الجامعة كاين اللي بيهم يفك أما أغلبية البدو كانوا يعتمدون لا يعتمدون على التوثيق كانوا يعتمدون على الذاكرة وذاكرة البدوي تحفظ من الأشعار ومن من الأقويل ومن القصص والروايات الكثير والكثير في شكل حتى حتى التفكير الاسطوري او القصص الاسطوريه لم نستثمرها لم نستثمر غيلان تحكي عليه هذا مم. ولم نستثمر حتى في الروايه حتى في الابداع الادبي الابداع الادبي في القصه وفي الروايه كيفاش يكون هناك تناص ما بين ما بين ما هو ماضي وما هو حاضر في ربط العمق احمد بدلالاتها العمق الوجداني العمق سيحمد. نعم من باب الربط تكلمنا على المرزم اي على المرزم المرزم ذكر في القران لمعلوماتك هو نجم الشعراء انما التسميه الشعبيه تاع المرزم يسموها الملازم صح ذكر في القران مذكوره في الايه في النجم آه. ولا في نجم الشعراء آه. في سوره النجم اي آه. آه نعم مذكور اذا ما كاش حاجه من فراغ أكيد هذا حاب نوصل حاب تقول هناك تواصل ومعرفة لازم ولكن تسبق بالصبغة المحلية في كل مرحلة من مراحل الزمن بالضبط جميل جدا ايه بالضبط جميل جدا اليوم يعجبني اليوم في في الدراسات الأدبية العربية في خاصة في, في العراق هو ما يسمى بالقصة العجائبية هو تناص بين الكتابة الكتابة الإبداعية من خلال أسطورة يبدأ بقصة غيلان وغزكت. ثم ياتي بك الى الواقع يجرك الى الواقع من خلال مخيلك الشعبي ومن خلال هذا العمق الموجود فينا نحن لم نستثمر حتى عمقنا الاسطوري وعمقنا الفكري وعمرنا هواجسنا مواقفنا افراحنا الان نشوف هناك ساحه قاحله الا ما ندر من امثالكم وغير اجمل قصيده عجبتني من قصائد شاعر جزائري استلهم فيها الرموز. الآن كاليجولا قصيده رائعه جدا تصور سنوات الدم في الجزائر. جميل جثة هنا وجثة هناك وجثة في الشعاب. من بين الأبيات التي أحفظها منه. هي بيش هي قصيده ليست عموديه، رائعه جدا. ايه لأن لنا كاليجولا نقول لك منين كاليجولا أحد الأباطرة الرومان الطغاة. شفت ربط الماضي بالحاضر؟ رب نعطيك مثال ثاني كيما فرعون تتفرعن علينا اعطيك مثال إيه؟ ثاني الان لا يوجد فنان او موسيقي او من يخوضون في التجربه الذوقيه ما يتعرضش لغرود عاليه رغم ان العنوان لا يعكس القصه رغم أن العنوان لا يعكس القصة الحقيقية نعم. صحيح غرود عالية هي العوامل العالية صحيح الغرد هو الليل. الغرد هو العامل مع الرياح يعود يغرد نعم صوت الغرد. لكن لكن مضمون القصة ورواية لكن مضمونها أسطورية بامتياز كل الآن اللي عنده ذوق فني سيستلهم غرود عالية حتى أنه كتبت في روايتين على كل حال من الخيال ماشي من لأن القصة الواقعية راهي بعيدة كل البعد وتغنى الآن راهي سبعة أبيات ولا ثمن أبيات والقصة الحقيقية راهي فيها أكثر, أكثر من 50 بيت إذا ولذلك القصيدة الحقيقية فيها أكثر من 50 بيت ولذلك حبينا كرهنا لابد من استلهام هذه الثقافة وحتى ما استلهمناش على الأقل ناخذ موقف الحياد لأن كي نجي نستخف بالأفكار هذه نستخفت استخفيت بباي وجدي جميل جدا إلى هذا حد نتوقف لأن أدرك لو بقينا نتحدث أيام وأيام نعم. عن هذا الموروث وعن هذا العمق وعن هذه السير سيرة الإنسان الأصمر الصوفي مع الرمل مع الفلاحة مع الطقس مع العادات والتقاليد مع ما استلهمه لكن أصحح لك شيئا نعم وللسامع الكريم الواد مش الواد معتبرينها الناس الواد سوف كان في الفلاح هذاك علاش مش الواد بقولك. سوف في الفلاح واد في الطب. أصبحت قطب طبي الآن. واد سوف في إصدار الكتاب. واد سوف في العطور. حديثا هذا هذا يطول الحديث فيها. واد لا خلينا نكمل هذه واد سوف في العطور، واد سوف في السياحة الداخلية. ما شاء الله. إذا الآن خمسة الواد الأول. الآن هذه نماذج على المستوى حققتها. أه الحديث معك شيق. والحديث والغوص في دهاليز التاريخ أشوق وأشوق. الحديث اعتقد ما راح نشدوك في مواضيع اخرى مرتبطه بالتراث ربما في الحكايه المرويه او الحكايات الشعبيه متعلقه باحزاننا بهواجسنا بافراحنا باعراسنا بابداعنا الشعري وقصصنا هذه ايضا تتطلب حصه كامله وانا ادرك انك لك باع فيها لانك مهتم بهذا التراث المعنوي وباحث فيه ونطلب لك التوفيق في هذا الجانب وانت اصبحت الان راك تشق في نفس الوقت راك تالف وراك تدرس الان ان شاء الله راك مقدم على شهاده البكالوريا الدكتوراه من لك نجاح حتى تواكب هذه الحركه العلميه وحتى يكون هناك المنهج الاكاديمي العلمي مع بحثك وميولاتك أه الحدسيه لتراثنا الان كثير من الامور نستوحيها من من الاجداد والحكايات ونحكيها والشيء الجميل ان تخضع كلها للبحث العلمي الاكاديمي حتى نقنن هذه العلوم وهذه المعارف وتصبح أه تقدر تقول ماضي حقيقي على ان كما ذكرت انت باللي علماء ومفكرين واستطاعوا مش يتاقلموا مع الحياه ويخلقوا نوع نموذج الحياه الخاصه بالمنطقه يخضع الى الى بيئتها والى مناخها والى افكارها وإلى هذا وطموحات هذا هذا الرجل القابع في هذه الرمال وتاملاته وربما وهذه تكمن عبقريه السوفي في انه صنع الحياه في هذه المنطقه وما زال يصنع الفارق في كل الاشياء اللي ذكرتها في السياحه في الادب في الفكر حتى في التميز من حيث الدراس الدراسات الاكاديميه والاستراتيجيه اشكرك جزيل الشكر استاذي على هذه هذه الاطلاله ساعة واكيد لو غصنا معك سوف تحبب كل اهل شوف في هذا انت مجاهد مجاهد ثقافي مجاهد فكري مجاهد أصيل تنتمي لهذه المنطقة <applause> قلبك ينبض لنبضها وأنت من هذه الـ من هذه أنت أنت مثل علندا مثل أنت رمز من هذه الرموز شكرا تميز بها المنطقة شكرا. أشكرك جزيل الشكر للألف بره. كما أشكر الذين تابعونا <applause> مع هذه الحصة الشيقة ومع هذا الأستاذ الشيق أشكرهم جزيل الشكر كما أشكر العارضة التقنية سيد بي هذا أحمد ديدي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والى اللقاء في حصه اخرى ان شاء الله مستقبلا سيدي.